مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. نتمنى ان تكون حلقه مهمه نستطيع ان نقدم لكم فيها ما نستطيع ان نقوله من معلومات في القضيه الاهم، وهي قضيه ما يسمى بقضيه الفساد في وزاره الزراعه، حيث تم القبض على وزير الزراعه فور تقديمه لاستقالته. عندنا يعني معلومات، بعض المعلومات اللي نقدر نقولها لكم، ما حدث في الكواليس، عندنا تحليلات، ولكن عندنا أمرين مهمين جدا يجب أن احنا نلتزم بهما. أولا حظر النشر، ما زال حظر النشر ساري في هذه القضية، وبالتالي نحن ملتزمون بما قاله بيان النائب العام وبما لدينا من يعني احنا الحقيقة عندنا معلومات كتيرة، لكن مش هنقدر أن احنا نفصح غير عن ما يدور حول بيان النائب العام. الأمر الثاني أن هؤلاء حتى من ذكروا في بيان النائب العام ما زالوا متهمين، يعني لسه هذه تهم لم تثبت، صحيح في تحيات ولكن يبقى المتهم متهم حتى تثبت براءته او ادانته طبقا لما يقوله القضاء. فخلونا نلتزم بهذين الامرين، واحد بيان النائب العام وحظر النشر، اثنين انهم متهمين طبقا للتحقيقات، ولسه دي كلها تهم موجهه لم تثبت وتثبت بالقضاء. ولكن الحقيقه الواقعه هو أن مصر تواجه الفساد، الحقيقة الواقعة هو أن هذا النظام والرئيس السيسي لم يترددوا لحظة واحدة حتى وإن كان المتهم وزيرا في أن يواجهوا الفساد. وهنقول لكم عن ما طرح أمام الرئيس بعد قليل، لكن خلونا نبدأ بالأخبار. القبض على صلاح هلال وزير الزراعة فور خروجه من مجلس الوزراء. الحبس 15 يوما لهلال لاتهامه في قضية فساد مالي. واستمرار التحقيقات مع النائب السابق حمدي الفخراني بتهمة الابتزاز. هنا العاصمة مع لميس الحديدي. أهلا بكم من جديد. إذن تفاصيل القضية كثيرة جدا، ما نستطيع أن نقوله لكم محدود جدا طبقا لحظر النشر للنائب العام. ولكن اللي قدامنا دلوقتي أن هناك وزير الزراعة السيد هلال، والذي كان معنا على الهواء مباشرة بالأمس، والحقيقة إن مكالمة الأمس، خلوني أعترف اعتراف، مكالمة الأمس لم تكن بالصدفة. أنا كان عندي معلومات أنه سيتم القبض على الوزير بين لحظة وضحاها، والحقيقة أن احنا صممنا وقتها أن احنا نصل للوزير بأي طريقة، لأنه لكي نسأله أسئلة مهمة في مقدمتها هل تم سؤاله أو هل تم سؤاله أمام النيابة، وقال الوزير لا. الحقيقة أن الوزير كان صادق، لم يتم سؤاله في هذه القضية حتى لحظة ما كان معنا على الهواء مساء أمس، وبالفعل تمت التحقيقات النهاردة أو بدأت التحقيقات النهاردة وخد حبس 15 يوما. فمكالمة امبارح ببساطة شديدة كانت مبنية على معلومات كنا نعرف أن هناك يعني معلومات تشير إلى القبض على الوزير يعني بين لحظة وأخرى، وما كانتش صدفة، يعني ما بنعملش الحاجات دي صدفة في كل يعني الحقيقة في حاجات كتيرة جدا بنكون عندنا مبنية على معلومات، ولكن لا نستطيع أن نفصح عنها التزاما بقرار النائب العام بحظر النشر. من هو وزير الزراعة؟ دي بعض الصور للقبض عليه. وزير الزراعة هو وزير فقط من 5 مارس يا جماعة، يعني ما بقالوش عدد من قليل جدا من الأشهر. كان رئيسا للهيئة الزراعية المصرية في 25 أغسطس 2014، رئيسا لقطاع مكتب شؤون وزير الزراعة، مشرفا على قطاع الهيئات 2013، رئيسا للإدارة المركزية للمحطات التابعة لمركز البحوث الزراعية. يعني هو تاريخه كله كان في وزارة الزراعة، لكن ما بقالوش وزير إلا يعني فترة قليلة جدا، وده اللي بيخلي فيه علامات استفهام كثيرة. يعني
كلنا بنسأل مين الوزير اللي عفوا ممكن يبقى مجنون ان هو يقبل رشوة او يطلب رشوة زي ما قال بيان النيابة، وهو وزير. يعني هل يتخيل ان في اي نظام ممكن يحميه؟ يعني مين الوزير اللي ممكن بعد ما شاف زملائه الوزراء في السجن يعني خلف القضبان يعني، وكان وده الحقيقة أصاب البلد بشلل كبير جدا، لكن مين اللي ممكن يتخيل ان هو يقدر يعني يعدي برشوة، بلاش يعدي برشوة وهو في هذا النظام؟ ناس كتيرة ما تخيلتش ان الرئيس السيسي ممكن يقدم على هذه الحركة. ناس كتيرة قالت انه لا، يعني حماية للنظام وده هيحرجه امام العالم، لكن ما حدث هو ان الرئيس جاءته التقارير. الرئيس طبعا كان عارف هذه القضية قبل ما يسافر، فور عودته من رحلته استقبل الجهات القائمة في النيابة الإدارية، الرقابة الإدارية عفوا، وكان قدامه امرين. إما أن يعني كان في اتجاهين، يعني كان في اتجاهين الحقيقة في هذا الموضوع، واتجاهين يعني كل المحيطين كانوا بيتكلموا على هذه القضية. كان قدامه اتجاهين، إنه البعض ممكن يحس إن ده في إحراج للنظام، وإن كده هيقولوا الإخوان هيقولوا وده هيكسفنا أمام العالم. والاتجاه الآخر وهو الذي انحاز له الرئيس هو إنه لا، سيف الحق والعدل والقانون هو يكون على رقاب الجميع سواسية، وزير، غفير، محافظ، أي مكان، طالما هناك قانون وتحقيقات يبقى تجري التحقيقات في مجراها وتمشي في طريقها العادي أي مكان المسؤول. وأن ده ليس إحراجا للنظام، بالعكس هذا تأكيد أن هذا النظام يعني مهتم باكتساث الفساد، وأن محدش هيسرق فلوس المصريين، وأنه هذا هو ده القانون و اكتساث الفساد من جذوره، وانه اي مكان واي مكان منصبه فهذا هو الوضع. الحقيقه انه في امرين ايضا، هل هذا القرار او هذه القضيه ستؤدي الى شلل تام في الادارات المصريه؟ وده سؤال تاني مهم، لانه لما هنقرا بيان النيابه بعد قليل هنفهم انه هناك طلب لرشوه. فالسؤال، هل كان طلب الرشوة من أجل تقنين حق ولا من أجل الحصول على باطل؟ والرشوة بتقدم لمجموعة يعني أسباب، إما أن يكون يعني مقدم الرشوة عايز يحصل على حقه ومش عارف يحصل على حقه، أو أن هو يكون يريد أن يحصل على باطل ويحصل على الباطل بالطرق الملتوية. ما نريده هنا هو الحقيقة ببساطة شديدة جدا، أننا بينما نحن في معركة ضد الفساد، بينما نحن في معركة لمواجهة الفساد في كل مكان، إن ده لا يؤدي إلى شلل في الدولة، لا يؤدي إلى زيادة الأيدي المرتعشة، لا يؤدي إلى زيادة الفساد. لأن ببساطة شديدة جدا عندما تغلق القنوات الرسمية، عندما تغلق القنوات القانونية، يكون الفساد هو الطريق. يعني بمعنى إن الناس لما بتقدرش تاخد حقوقها بالطريق المشروع بيضطروا إلى الفساد. الناس لما ما تقدرش من أول ما بتطلع بطاقة، شهادة ميلاد، عايز تاخد عقد أرض، عايز تروح الشهر العقاري، من أول هذه أبسط الحقوق، إذا ما قدرتش تاخد أبسط الحقوق بطريقك الرسمي، فللأسف بيكون اللجوء للفساد. والوسطاء كثيرون، دايما في كل مصلحة حكومية هيطلع لك وسيط يقول لك مساء الخير يا بيه، انا خلصتك الموضوع ده دلوقتي. مساء الخير يا باشا، انا حالا خلصتك الموضوع ده. انت ليه هتقعد سنين مستني حته الارض يحصل لها كذا ولا تاخد انا ليه؟ ده بسيطه جدا، خلص لك المشروع، خلص لك الموضوع. البعض ممكن يقبل ده والبعض لا يقبله، لكن في النهايه لابد من ان تكون هناك قنوات واضحه وقانونيه ومشروعه وشرعيه عشان الناس تاخد حقها، بداية من ان انت تطلع بطاقتك، نهاية من ان انت تاخد ارض وتقنن ارضك. كل ده اي تعامل حكومي لابد ان يكون في اطر مشروعة وقانونية وسالكة علشان الناس تقدر
تقليل الفساد عن طريق الشفافية، تقليل الفساد عن طريق القانون، تقليل الفساد عن طريق الكفاءة. وعشان كده قانون الخدمة المدنية الأخير قانون مهم جدا سيقلل الفساد. ليه؟ لأنه بيمنع الناس اللي في النص، لأنه قانون سيعيد هيكلة الجهاز الإداري. تقليل الفساد عن طريق الممارسات الصحيحة مش عن طريق الأيدي المرتعشة. ده الحقيقة يعني تعليق مهم جدا حبيت أقوله، لأنه من المهم أن احنا نعرف أن الفساد مش بس للحصول على باطل، ولكن الفساد أيضا للحصول على حق أحيانا كثيرة، والحق ده ما بتعرفش تاخده إلا بطرق ملتوية، وهو ده اللي مش عايزينه. ولكن احنا دلوقتي أمام أكبر قضية فساد منذ فترة طويلة جدا يكشف عنها. وأخيرا في بيان من النائب العام، لكن قبل ما نقرأ لكم بيان النائب العام، طبعا هذه هي بعض الصور لإلقاء القبض على السيد الوزير فور خروجه من مجلس الوزراء. القصة أصبحت معروفة في كل مكان بعد ما عرض الأمر على السيد الرئيس. الرئاسة اتصلت بالوزير رئيس الوزراء محلب وطلبوا منه أنه يقدم الوزير استقالته، لأنه الرئيس قال أنه ما فيش داعي أنه هو يبقى يتقبض عليه وهو وزير، فبالتالي يقدم استقالته. اتصل رئيس الوزراء محلب بحوالي الساعة 12 ونص تقريبا كده، اتصل بوزير الزراعة وطلب منه أن يأتي إليه فورا. ذهب إليه السيد وزير الزراعة وطلب منه المهندس محلب أن يتقدم باستقالته. قال له بوضوح كده بدون كلام كتير بدون مناقشة، يعني الكلام كان واضح مخطضب، ما كانش فيه حتى مناقشة مع الوزير، ما حاولش يناقش أو لما حاول يناقش رئيس الوزراء رفض هذه المناقشة. نزل الوزير من مجلس الوزراء، كان في استئذان للجهات القانونية والقضائية في ميدان التحرير، تم القبض عليه. كان لسه في موكبه، كان في كذا عربية دفع رباعي أوقفت السيد الوزير في ميدان التحرير، وطلبت من طاقمه إن هم يذهبوا إلى يسلموا كل الورق اللي معاهم ويذهبوا إلى مكاتبهم، وتم اصطحاب الوزير إلى جهة التحقيقات. استمرت التحقيقات معه عدة ساعات حتى تم قرار أو أصدرت أو نيابة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة هذه التحقيقات. مرة أخرى عندنا أمرين مهمين جدا، عندنا حظر نشر على هذه القضية، وبالتالي أنا هكون حريصة قوي في كل المعلومات اللي بقولها. الجزء الثاني يبقى كل الأسماء، أو تبقى كل الأسماء بما فيها هذا الوزير، تبقى كل الأسماء كانوا مدانين أو أبرياء. خلونا ما نخطئش الأخطاء اللي بنقع فيها دايما، احنا دايما بنقع في أخطاء ونقول ونقطع رقاب الناس اللي سمعتها بتروح ما بيعرفوش يرجعوها تاني، وبالتالي احنا بنتكلم في تهم. وهو ده حتى في اللغة الإنجليزية هما بيكتبوا الستوري دي، فرويدز قال لك accusations اتهامات. خلونا دقيقين جدا في استخدام ده، لأن دي حياة بشر وحياة ناس يعني تثبت عليهم التهم بعد ذلك، فهذا هو شأن القضاء وهذا هو أمر القضاء. قبل ما نقرأ بيان النيابة، خلونا نراجع أرقام الفساد في مصر، والحقيقة دي أرقام كبيرة جدا، وخلونا نشوف ماذا تقول هذه الأرقام. الحقيقة أنه مؤشر الفساد طبعا تعريف وفقا لمنظمة الشفافية الدولية هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية. مركز مصر على مؤشر الفساد هو المركز رقم 94 من بين 177 دولة، طبعا مركز تحسن 20 مركز عن عام 2013. برضو مركزنا في التنافسية 119 بين 148 دولة، وده يعتبر مصر من أسوأ ثلاثة دول على مؤشر الشفافية. ده كله معناه أنه يعني قدرتنا على إنجاز الأعمال سيئة تؤدي إلى الفساد، قدرتنا على إنجاز العمل وإنهاء الأعمال، وده مؤشر مهم جدا. أعتقد أن الرئيس مهم ان هو يتطلع اليه عشان يعرف ان الدنيا واقفة، هناك شلل، والقضية دي يعني للأسف هتؤدي الى مزيد من الخوف، ومش عايزين كده. احنا عايزين القنوات يتم انها تكون سلكة،
الوحدة الخاصة في الرقابة الإدارية الخاصة بالاستثمار، هذا أمر شديد الأهمية والحقيقة أنها مهمة جدا، لكن في كل الجهات الإدارية في كل الجهات الحكومية في شلل تام، الحاجات ما بتخلصش. وفقا لتقرير هيئة نيابة الإدارية تم الكشف عن 70,000 قضية فساد في مؤسسات الدولة عام 2014 بمعدل قضية كل دقيقة ونص. تكلفة الفساد في الجهاز الإداري للدولة من 2012 ل 2013 بلغت 2 مليار جنيه طبقا للمركزي للمحاسبات. خلونا نستعرض أو نقرأ بيان النيابة. واستعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا التحقيقات التي تمت في قضية كذا حصر أمن دولة عليا. خلي بالكم أنهما ده معناها، أنا حقف قدام كل نقطة، ده معناها أنه المتهمين بيتم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية. هنا نقف قدام طلب وأخذ، إذن هناك طلب من المسؤول وأخذ من المسؤول، وهذه تهم النيابة، أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبد الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون. إذن هناك طلب لرشا عينية ومادية في مقابل تقنين إجراء مساحات. طب هو ليه التقنين ده؟ ده أول سؤال، ليه التقنين ده ممشيش بالإجراءات القانونية؟ هل لأنه الطالب كان أو الرجل الأعمال ما قدرش يقنن أو ما قدرش يقنن أرضه عن طريق الطرق القانونية، أم أنه كان يطلب ما ليس له به حق؟ ده سؤالين مهمين جدا أن احنا نسألهم في هذا الأمر. وقد تمثلت هذه الهدايا في بقى، بصوا بقى على الرشا اللي مكتوبة في النيابة، والحقيقة أنه موضوع مؤسف بصراحة ومخجل أن أنا أقراه لكم، بس طبعا يعني لازم نقراه. عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، هو ده مش لازم يكون الوزير يا جماعة، لأنه متهم في هذه القضية الوزير ووكيل الوزارة مدير مكتب. أول حاجة طالب 140 ألف، طالب عضوية في النادي الأهلي، مجموعة ملابس من أحد المحلات، محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه. معلش يعني هدوم إيه اللي ب 230 ألف؟ يعني أنت هترتشي عشان شوية بدل وفساتين معرفش ولا إيه ب 230 ألف جنيه؟ وبعدين معلش يعني هنشتري كام بدلة؟ خمسة؟ ستة؟ يعني 230 ألف جنيه ده كتير قوي، إيه بنشتريهم كلهم بريوني مثلا ولا بنعمل إيه؟ يعني إيه نوع البدل؟ يعني ما أنا بشتري هدوم، يعني علشان أشتري بهذا الرقم ده لازم أكون بشتري كل هدوم ماركة شانيل مثلا ولا حاجة. يعني إيه اللي ب 230 ألف جنيه اللي حصل عليه السيد الوزير أو وكيل الوزارة؟ ده برضو موضوع غريب جدا. وبعدين إيه الرشوة تبقى النادي الأهلي وهدوم ب 230 ألف جنيه؟ ده غريب جدا. الحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11,000 جنيه، ده احنا بنرتشي بموبايلات. افطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14,500 جنيه. في فطار ب 14,500 جنيه في رمضان؟ ده احنا عزمنا بقى نص قرية مثلا ولا عملنا ايه؟ طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70,000 ريال سعودي. أنا بقى واقفة قدام القصة دي جدا، حج إيه إلا عن طريق رشوة؟ حج إيه اللي مش بفلوس حلال؟ يعني هو الناس ترتشي وتبتز وأهليهم عفوا يطلعوا يحجوا ويدعوا لهم بالغفران؟ حج ايه اللي يعني هو الحج ده يا جماعه مش حاجه بنكلم فيها ربنا، رايحين فيها لربنا ان يغفر لنا، ولا احنا بناخد فلوس وربنا يغفر لنا هناك؟ ده برضو موضوع غريب جدا. ومع دي كلها تهم يا جماعه برضو، يعني عشان اكون دقيقه. طلب وحده سكنيه باحدى المنتجعات بمدينه 6 اكتوبر قيمتها 8,250,000 جنيه. يعني يمكن دي اللي يكون شويه يعني رشوه مع يعني عليها
الطلا زي ما بيقولوا، واسفرت التحليات انا متهم في تلك القضيه كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعه، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعه، والراشي ايمن الجميل محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده. وقد القت الاجهزه الرقابيه القبض على وزير الزراعه صباح اليوم عقب مغادره مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وقد تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على ذمه التحقيقات. وتنوه النيابه العامه أنه سبق صدور قرار بحظر النشر في هذه القضية، وأن القرار ما زال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظا على التحقيقات وأدلتها. أولا أنا سعيدة جدا أن هذا البيان ظهر، لأنه الفترة اللي فاتت كان في مجموعة من الشائعات مستمرة طالت الكثيرين، وأظن أنه لابد من رفع حظر النشر في هذه القضية، لأنه خلاص مش هينفع حظر النشر أكتر من كده، لأنه ده أمر صعب جدا. يعني حظر النشر وما لم يعني يوازي من حظر تسريب أدى إلى أنه القضية دي طلع فيها وزراء وطلع فيها صحفيين وطلع فيها عصابة الثمانية وطلع فيها عصابة العشرة وطلع فيها كل حد. يعني القضية دي كمية الكلام والشائعات التي طالتها كثيرة جدا، فأنا سعيدة أنه النيابة أظهرت هذه القضية عشان تقول أنه بوضوح لا يوجد وزراء آخرين في هذه القضية، لا يوجد وزراء آخرين في هذه القضية، ولا يوجد أي حد تاني في هذه القضية دي فيها الأربع أشخاص دول حتى هذه اللحظة. خلوني أكون دقيقة، حتى هذه اللحظة، احنا معرفش التحيات هتقول ايه وهتعمل ايه، ولكن حتى هذه اللحظة طبقا لبيان النيابة لا يوجد وزراء آخرين، لا يوجد صحفيين، لا يوجد أي حد تاني حتى هذه اللحظة. برضو أنا يعني ما بكشفش عن الغيب، ومش من حق ان انا اقول المعلومات التي لدي، لاني كمان ما اقدرش اكون واثقه منها حتى تصدرها النيابه. احنا لا نروج الشائعات، لا نتهم احد بالباطل، وخلونا نكون حريصين جدا، لان اي حد سواء في القضيه دي او في غيرها يبقى متهما حتى تصدر المحكمه والقضاء يصدر كلمته الفصل في هذه القضيه. خلونا نذهب الى زميلنا عوض الغنام، لكن خلوني قبل ما اذهب لعوض الغنام اقول ان ايضا في شائعات حول تعديل وزاري، وانه ايضا ما عرض من الاشياء التي عرضت على السيد الرئيس ايضا انه طيب خلي الوزير دلوقتي وهنعمل تعديل وزاري ويطلع الوزير مع في التعديل الوزاري، لكن الرئيس رفض وفضل الطريق الاخر وهو طريق مواجهه الفساد، وقال لك انا هواجه الفساد. واعتقد ده كلام انا ما بقولوش من دماغي، يعني هذا كلام قاله السيد الرئيس في عدد من احاديثه التي قالها من قبل، مواجهه الفساد، انا هواجه الفساد اينما كان واينما هو. وعلى فكره تغييرات في الرقابة الإدارية كانت بداية هذه المواجهة، قانون الخدمة المدنية هو استمرار لهذه المواجهة، والمواجهة مستمرة. زميلنا عوض الغنام معنا عبر الأقمار الصناعية من أمام مجلس الوزراء. عوض مساء الخير، ماذا يحدث في مجلس الوزراء النهاردة؟ نعم أستاذ لميس، يحدث الكثير. ربما تعلمين بأن قضية وزير الزراعة السابق هي حديث كل العاملين هنا بمجلس الوزراء والمسؤولين في جميع أوراق مجلس الوزراء، لا حديث لهم إلا عن هذه القضية، وربما تكون بدء الانطلاقة حقيقية لفرض الدولة المصرية قبضتها ضد كل صور الفساد في على مدار أو على طول الوطن عرضا وطولا. لكن دعيني أبدأ بحضرتك، عند الساعة 1:30 وصل وزير الزراعة، يعني الزيارة لم تقتصر سوى دقائق معدودة، استقبله رئيس الوزراء. ربما الباب الذي هو خلفي كان الباب الذي خرج منه وزير الزراعة، هو آخر لقاء له هنا جمعه بمجلس الوزراء منذ أن تولى تلك الحقيبة والمسؤولية في الأول من شهر مارس القادم، على بعد أمتار من هذا الباب وتحديدا عند ناصية شارع محمد محمود تقاطعا مع ميدان التحرير. يعني كان هناك تعامل من جهات أمنية معينة مع الوزير السابق، ويعني انتقل بعد ذلك إلى جهات التحقيق و
وأعلمنا بعد ذلك أن التحقيق تم معه بسرعة. لكن الملفت النظر أستاذ لميس هو البيان الذي صدر من مجلس الوزراء، كان حوله العديد من علامات الاستفهام. هل ما تم التعامل بشأنه مع وزير الزراعة؟ هل هو إقالة أم استقالة؟ البيان كان مختطبا مكونا من 3 سطور، جاء فيه بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني طلب من وزير الزراعة أن يقوم بتقديم استقالته. مضمون البيان أستاذ لميس يؤكد أن ما تم التعامل معه مع وزير الزراعة هو إقالة وليست استقالة، لأن كما تعلمين أن رئيس الجمهورية حينما وصلت إليه معلومات بتلك القضية أمر على الفور التعامل معها وضرورة إقالة هذا الوزير. معلوماتي أستاذ لميس الخاصة بأن هذه القضية تفاصيلها كانت موجودة لدى الجهات الرقابية أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الآسيوية أو شرق آسيا، وعلى الفور عند وصوله يعني تم إخباري بقضية الوزير فتم التعامل معه كما أسلفت لحضرتك. معلوماتي أيضا بأن وزير الري سيقوم بمهام وزير الزراعة عند تشكيل أي أو خطاب التكليف لكل حكومة، تكون هناك بعض الوزارات إذا ما غاب وزير بعينه يقوم وزير آخر بمهمة الوزير الآخر. كما تعلمين كان هناك زيارة علاجية الأخيرة لوزير البترول، قام وزير الطرق والمواصلات بمهامه، وبالتالي وزير الري سيقوم بمهام وزير الزراعة حتى يتم اختيار وزير بديل. أما عن بورصة التكهنات حول التعديل الوزاري، هناك يعني أخبار متضاربة ومتعددة بشأن ذلك. بعض الأخبار تتحدث عن ربما يكون صباح غدا هناك تعديل وزاري مرتقب ما بين 6 إلى 10 حقائب وزارية، وقد يتم هذا الأمر في قصر الرئاسة قبل أن يغادر رئيس الوزراء عند الساعة 11:30 إلى تونس، لأن هناك اجتماع للجنة العليا ما بين مصر وتونس. وتأكدت بأن هذه الزيارة لم يتم تأجيلها، حتى وزيرة التعاون الدولي وصلت إلى تونس اليوم وتقوم بعمليات لقاءات وعمليات تنسيقية بشأن تلك الزيارة. التحليل الآخر الذي يراه بعض المصادر هنا بأنه ربما يكون يعني التعديل الوزاري يتم خلال اليومين القادمين خلال وجود رئيس الوزراء في تونس، ويتم أمر يعني حلف اليمين أو مراسم حلف اليمين صباح يوم الخميس القادم، لأن يوم الخميس القادم أستاذ لميس سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء وهو الاجتماع الأسبوعي. وربما هذا السيناريو حدث بالفعل في الأول من شهر مارس الماضي حينما تم آخر تعديل وزاري تغير على إثره كل من وزراء الداخلية والتعليم الفني والتعليم التربية والتعليم وعدد من الوزراء، وكان منهم وزير الزراعة الذي رحل اليوم. تفضل أستاذ لميس لو لدى حضرتك أي تساؤلات. عوض يعني قول لي المشاعر، قول لي المود جوه مجلس الوزراء، يعني بالتأكيد أن يكون هناك وزير واحد من الكابينت، واحد من المجلس، واحد من الزملاء موجود يعني متهم في قضية فساد، فده بيصيب المكان كله بحالة من القلق والإحساس بالخديعة وإحساس بكل حاجة. قول لي الناس بتقول إيه، المشاعر اللي حواليك بتقول إيه. لا أفشي لك سرا إذا قلت لحضرتك بأن بالأمس رأيت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة الأمن القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يرافق أحد القيادات الهامة بالدولة المصرية لا داعي لذكر اسمه. هذا يعني بأن الدولة من أعلاها لأسفلها مهتمة بقضية الفساد. لا يجوز بأي حال من الأحوال، دولة اقتربنا من 100 مليون حسب رأي البعض في مجلس الوزراء، كل احتياطنا الدولاري هو 18 مليار دولار، بينما هناك ظواهر عديدة للفساد. الكل هنا مبتهج بلا استثناء، لكن يعني يبدو من خلال استنتاج الشخص من خلال لقاءاتي هنا في مجلس الوزراء بأن ما تم اليوم هو قطرة في أول السيل، وأن يعني هناك سيل عارم من العديد من القضايا الفساد سيتم كشفها في الأيام القادمة، وأن الدولة من اليوم فصاعدا لن تستثني أحدا مهما كان قدره السياسي أو مهما كان وزنه الاجتماعي في المجتمع المصري، لأن مصر بأمس الحاجة إلى أن تكون هناك يعني وقفة تجاه الفساد، والفساد الذي للأسف احتلنا يا أستاذ لميس مرتبة متقدمة للغاية في التقارير الدولية بشأن الفساد في مصر. وهذا التوجه كما أسلفت أنت في مقدمة حضرتك بأنه هو التوجه قادم من مؤسسة الرئاسة، هي أعلى سلطة تنفيذية في الدولة قررت أن تبدأ حربها ضد الفساد، وما حدث اليوم هو بداية لمعركة مقدسة يجب على كل المصريين أن يتشاركوا بشأنها بدءا من المحليات
بالعديد من الوزارات المعنية بالتعامل المباشر مع الجماهير. وعلى كل حال نحن بانتظار أي جديد قد يظهر. على كل حال أيضا أستاذ رميس، بعد دقائق أنا في انتظار أن يخرج رئيس الحكومة، ربما يكون لدي تصريحات لعدد من الصحفيين الذين يترقبون يعني خروجه إلى من مقر هنا مجلس الوزراء. إليك أستاذ رميس. بشكرك عوض، وسنبقى معك لو في أي جديد يمكن أن نعود لك مرة أخرى. عوض الغنام زميلنا المجتهد جدا من أمام مجلس الوزراء، فعلا الفساد، وعلينا أن نبدأ من تحت مش بس الفساد من فوق، احنا لازم نبتدي من تحت كمان يا جماعة. المحليات واقفة البلد، المحليات واقفة حال البلد تماما. محتاجين ان احنا نبدأ بسيف باتر لكل موظف عام يعطل شؤون الناس. هو ده الفساد. الفساد مش بس انك تاخد فلوس، الفساد ان انت تعطل مصالح الناس، الفساد ان انت توقف مصالح الناس عشان تاخد فلوس. الفساد هو ده الفساد. احنا عايزين يعني نبتر هذا الفساد من اول، بدايه من المحليات مرورا الى الوزارات. فالقضيه ليست فقط في الوزراء، ولكن ايضا بدايه من المحليات. وعشان كده بقول انه فعلا قانون الإصلاح الإداري، قانون الخدمة المدنية، قانون مهم جدا. المعارضة ليه بصراحة معارضة غير منطقية. في النهاية ممكن نتقبل معارضات مختلفة، ممكن نتقبل تعديلات، لكن الهدف الأساسي هو أن الموظف اللي قاعد ده ما يكونش فاتح الدرج، ويكون موظف كفء بيعامل الناس كويس، بيخلص الشغل بتاع المصريين ويخلص العمل الإداري، وليس علشان هو لازم ياخد حاجة تانية في المقابل غير مرتبه. تحسين بنحسن مرتبه علشان هو يعمل شغله بشكل جيد. خلونا نعود لحلقة الأمس والمكالمة التي أجريناها مع السيد وزير الزراعة. وزي ما قلت لكم احنا كان عندنا معلومات بتشير إلى أنه في تحقيقات، أو أنه هو سيتم القبض عليه، أو أنه هو سيقدم استقالته. وبالتالي يعني أجرينا هذه المكالمة اللي سألناه فيه كل الأسئلة، وكانت هذه إجابته. دكتور صلاح هلال وزير الزراعة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اشرح لنا بالظبط ايه اللي بيحصل. اولا في قضيه اعتقد امام النيابه الان، لكن يعني في حظر نشر عنها ولن ندخل في تفاصيلها. لكن النهارده حضرتك كنت في الطريق الصحراوي مع النيابه، بترجعوا ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط يا فندم؟ لا يا فندم، هو فيما يخص القضيه، اولا احنا ما فيش تستر على فساد على الاطلاق في وزاره الزراعه. أما فيما يخص القضية اللي موجودة في وزارة الزراعة حاليا، الأمر مطروح أمام القضاء والنيابة، وحينما ينتهي الأمر يبقى نتكلم فيه. لكن فيما يخص الأراضي اللي هي على الطرق الصحراوية، سواء طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، طريق مصر أسيوط، الحقيقة في ناس، عندنا نوعين منهم. ناس خدت الأراضي دي وبنتها منتجعات وغيرت نشاطها من زراعي إلى سكني، وناس زرعت زراعة جدية زمان من 10-15 سنة، باعوا أراضيهم في بلادهم وراحت زرعت زراعة جدية. اللي النهاردة اللي غيروا نشاطهم من زراعي إلى سكني وحولوها إلى منتجعات سياحية وكومباين، أنا النهاردة مش أهد هذه العقارات، لكن على الأقل لما عرضت هذا الأمر على السيد الرئيس، السيد الرئيس قال الناس دي تدفع حق الدولة. طيب والأراضي اللي خلاني أنا أقنن الأوضاع لمن غير نشاطه وخالف وغير نشاطه من زراعي إلى سكن، أليس من باب أولى أن الراجل اللي زارع زراعة جدية واللي واخد 5 فدادين وعشر فدادين وزرعهم، ليس من باب أولى أن احنا أيضا نقنن وضعه، وخاصة إذا كان زارع زراعة جدية؟ فكان رد السيد الرئيس وقتها قال شعور الناس بالرضا العام دي مسؤوليتنا، وإحنا علينا نحقق هذا الشعور بالرضا العام. وبالتالي لما جينا النهاردة في بعض القضايا موجودة أمام مستشار التحقيق في وزارة العدل، هذه القضايا لبعض التجمعات او القرى السياحيه اللي نشات على طريق مصر اسكندريه الصحراء. نعم. كان معايا النهارده المستشار عماد عطيه، على اساس هو واخد ملفات لبعض القضايا، ونزلنا فعلا زرنا هذه الاماكن، ووجدنا ان هذه الاراضي بقت
تجمعات سكنيه وليست انتاج زراعي. وبالتالي بيتم حصرها النهارده، واحنا شفنا الوضع على الطبيعه ولا بد من استيداء حق الدوله. ليه فجأة يا فندم يعني بعد ظهور القضية في اللي هي قضية الفساد الأخرى في وزارة الزراعة فجأة بنتكلم على الفساد، لا تستر على فساد، وفجأة عايزين نجيب حق الدولة؟ ما ده كان المفروض يحصل من زمان يعني. فجأة حس هو حضرتك الأمر ده مطروح بقاله شهرين اتنين، وإحنا كنا بنرتب في الأمور القانونية بقالنا شهرين، وفي انعقاد دائم مع وزير العدل على اساس ان لما يتعمل اي حجز اداري، ده معمول الكلام ده بقاله شهرين يا فندم، واحنا وكانت فيه مهله لمده شهر، واحنا مديناها تاني لمده شهر تاني، وكل ده علشان ما يجيش، انت عارفه حضرتك هناك بعض الاجراءات القانونيه اذا لم يكن هناك حجز معين القيمه والمقدار يعني حاجات قانونيه كده على طول ممكن او اي محامي يروح لغيها. لكن بقيمه قد ايه تقريبا توفيق الاوضاع ده يا فندم لكل المساحات اللي حضرتك شفتها؟ لا ده على كافه الطرق ما امكن حصره تصل الى 70 ل 100 مليار جنيه. 70 ل 100 مليار جنيه؟ على ما امكن حصره اراضي اتخذت لانها كاراضي استصلاح زراعي، و كانها كانت زراعي الاول ثم تغير نشاطها الى سكني. حضرتك كان ليك تصريح انك ستكشف بنفسك عن قضايا فساد داخل وزاره الزراعه، هل هذا دقيق؟ انا يعني خلينا احنا بنتجه الى الامام، وما نكتشفه مباشره على طول لازم نعلن عنه. هل صحيح ان هناك وكيل للوزاره محبوس دلوقتي يا فندم في القضيه التي يتم التحقيق فيها؟ من ناحيه يا فندم؟ القضيه اللي تم بيتم التحقيق فيها حاليا، هل هناك، هل دقيق ان هناك احد وكلاء الوزاره وزاره الزراعه محبوس حاليا؟ لا 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 لا. هل سئلت يا سياده الوزير في هذه القضيه؟ على الاطلاق. لم تسال في على الاطلاق؟ على الاطلاق؟ ايوه. يعني عندنا معلومات مختلفة أن حضرتك سئلت في هذه القضية؟ لا إطلاقا خالص. طيب هل هناك قضايا فساد أخرى في داخل وزارة الزراعة غير القضية التي يتم التحقيق فيها؟ أنا ما أقدرش أقول، اللي بأكتشفه بنبلغه على طول. هتلاقي يا فندم كثير، أنت عارفة حضرتك ده موروث قديم، هتلاقي فيه حاجات كثيرة مخالفات كثيرة، واللي بيظهر قدامنا بنحوله على طول ما بنستكشف. ايوه يعني هل في قضيه حضرتك حولتها للجهات الرقابيه غير لا في كتير كتير؟ كتير يا فندم. يعني في يعني في بالفعل قضايا حضرتك حلتها كتير يا فندم كتير؟ ليه وزاره الزراعه فيها قضايا فساد كتير يا سياده الوزير؟ يا فندم هي شوف هقول لحضرتك على حاجه، الكلام ده موروث قديم قوي، يعني ودي وزاره كبيره جدا ومنتشره في كافه المحافظات، فيها خلل في بعض الامور، مش عيب يعني ان احنا لما نكتشف حاجه نقولها دي يتعمل عليها. طب البعض يشكو ايضا ان هو كمان في وزاره الزراعه لا يمكن انك انت تحصل على حق. اللي عنده له مظلمه، انا مكتبي مفتوح، في رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير موجود، حضرتك يشرفني في اي وقت، وانا رقم تليفوني معروف للجميع. معلش انا هعيد سؤالي للمره الثالثه، سياده الوزير لم تسال في قضيه الفساد الاخير؟ على الاطلاق يا فندم. على الاطلاق. طيب بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح هلال السيد وزير الزراعه، اللي انا سالته السؤال ثلاث مرات اذا كان قد سئل طبقا لما لدي من معلومات في هذه القضيه، وقال على الاطلاق. إذن الحقيقة أن الوزير كان في هذه المكالمة التي أجريت بالأمس صادق فيما قاله أنه بالفعل لم يسأل، بالفعل الوزير ما كانش سئل وبدأت التحقيقات النهاردة، لكن وكان هناك مدير مكتبه بالفعل محبوس في هذه القضية منذ بداية التحقيقات معه. مرة أخرى خلونا نقول كل هؤلاء، كل الأسامي اللي وردت متهمين حتى تثبت إدانهم، إدانتهم، كل دي تهم هتثبت بقى أو لا تثبت في التحقيقات، وتثبت أو لا تثبت في القضاء، فخلونا دايما نتحرى الدقة. احنا عندنا وقت كتير جدا بنتهم ناس سواء بالباطل او بغير الباطل في اوقات كثيره، فخلونا دايما نتحرى الدقه علشان
على قدر أهمية محاربة الفساد، على قدر أهمية إن إحنا ما نوقفش البلد وإن البلد تكمل وتستمر والاقتصاد يستمر بالقنوات الشرعية والقانونية. الأستاذ عبد الرحيم علي، رئيس تحرير بوابة نيوز، مساء الخير يا أستاذ عبد الرحيم. اهلا بيك، ويعني طبعا مش هنقدر للاسف نتكلم في هذه القضيه، لكن ماذا لديك من معلومات حول هذه القضيه؟ ماذا لديك من معلومات حول قضايا اخرى حول اتجاه الدوله لمواجهه الفساد؟ هقول لك يا استاذه لميس، احنا يمكن اول اجتماع كان بين بعض الاعلاميين والرئيس، احنا قلنا كلام واضح جدا ان طول الوقت ان احنا بنحاول نواجه الارهاب وبنحاول نعمل إصلاح سياسة مصر بدون ما نواجه الفساد، وإن الفساد هو عملة أخرى للإرهاب. فاكرة أنت فيلم طيور الظلام بتاع وحيد حامد والاستشراب بتاعه حوالين فكرة إن الاثنين وجهين لعملة واحدة؟ ولا يمكن مواجهة الإرهاب بدون الأرضية اللي بتنتجه كل يوم، وهو اليأس من الإصلاح واليأس من إن البلد تبقى نظيفة ويبقى ما فيهاش. وفي أغسطس 2014 الحقيقة كنت أنا موجود في أبو ظبي، واتوجهت لي دعوة إن أنا آجي القاهرة عشان في لجنة بيشكلها رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد. رحنا هيئة الرقابة الإدارية، وكان اللجنة كان حاضر ناس ضباط من المخابرات العامة وضباط من الأمن الوطني وضباط من الاموال العامه وضباط من الرقابه الاداريه، وكان حاضر مجموعه كبيره من الوزراء السابقين والحاليين. والرئيس قال كلام واضح ومحدد لكل الضباط دول، قال لهم انه بدون ما تواجهوا الفساد هذه البلد مش هتتقبل خطوه، وان انا عبد الفتاح لو رفعت السماعه على واحد وقلت لكم القضيه الفلانيه، نعلي الصوت شويه يا جماعه، اتفضل شمال، على طول اطلعوا لاي جهاز اعلامي وقولوا ان احنا في توجيه لينا شمال او يمين، وانكم ما تسمحوش لحد يوجهكم في عملكم، وان انا عايزكم انتوا اللي تطرحوا لي المسؤولين، مش انا اللي ابعت لكم اسم تفحصوه. انت طول الوقت افحص المسؤولين اللي موجودين وافحص المسؤولين اللي وراهم واللي وراهم عشان تنتج لي جيل طول الوقت يبقى معايا لسه بالناس النظيفه وليست بالناس اللي تجنبها في الاختيارات. وقال لهم ان انا عايزكم من هنا ورايح اللجنه العليا لمكافحه الفساد المشكله من اكثر من جهاز، مخابرات حربيه ومخابرات عامه وهيئه رقابه اداريه واموال عامه في وزاره الداخليه وجهاز مركزي، عايزكم في اجتماعات مستمره تنظفوا البلد، لانه لا يمكن ان احنا من ساعتها عدد كبير جدا جدا من الملفات بتتفحص. يمكن اقول لك يا استاذه لميس من سنه 80 يعني في ملفات هتظهر للراي العام في الفتره اللي جايه الفساد فيها اتعمل في سنه 85 بنرجع ورا للدرجه دي؟ لانه الفساد ما بيسقطش بالتقادم يا استاذه لميس. طبعا حقوق الدوله ما ينفعيش تاخدي شركه كبيره وتكسبي منها مليارات صح، ومش عارفه تعملي ايه من سنه وتقول اصل دي خلصت وانا بعتها في البورصه وراحت. لا، هنتحاسب لو في حد فسد واداك حاجه مش قانونيه هتتحاسب عليه. زي ما رؤساء مجالس ادارات الجرايد سواء مسافرين بره او مهاجرين او غيره وغيره بيتحاسبوا على قضايا فساد حصلت في التسعينات وبرضه في الثمانينات وفي الالفينات. حقوق الدولة لن تسقط بالتقاطع، ومعركة الفساد زي معركة الإرهاب، زي ما جيشنا بيخوض معركة لتوضيع سينا الآن مثلا في سيناء في الشرقية في أي حتة في مصر على الحدود مع ليبيا، زي ما هيخوض الرجال شرفاء برضو المعركة في مواجهة الفساد في الداخل، وهتظهر قضايا وأسماء لم تكن تخطر على بال حد في الفترة اللي جاية. احنا مش عايزين نعيق اجراءات تحقيق بتجرى دلوقتي او تحريات بتتعمل دلوقتي، سواء تلقي اموال من جهات اجنبية لممارسة تخريب علني داخل مصر زي ما
في قضايا 250 في 2000. ده مش فساد ده بقى، ده أسوأ من الفساد. أسوأ من الفساد. وقضايا تخابط زي ما في قضايا فساد قديمة. طيب. وجديدة، لأنه في ناس استولت على أراضي الطريق وانت رايح اسكندرية كله ده يمين وشمال كان متاخد أراضي زراعية، وفجأة منتجعات سكنية والمتر مش عارف بكام، وكل ده بيتسحب. طيب. كل ده على مكتب الجهات السياسية. في نظرية تانية بتقول انه كشف كل القضايا دي قد يحرج النظام، ويعني يحسسه ان هو يعوم على بحيرة من الفساد، وممكن انه النظام ما يحبش ده، وممكن ان القيادة السياسية تبقى منزعجة من ده. ايه رأيك ايه؟ عايز اقول لك حاجة في الراجل رئيس الجمهورية هفتحك، وحاجة أنا لمستها عن قرب. نعلي الصوت شوية بس، اتفضل. وناس كتير لمسها عن قرب يا أستاذة لمين. هذا الرجل لا يلجأ إلا لله سبحانه وتعالى في قراراته. واللي شايفه ربنا مظبوط هو بيعمله بغض النظر عن الناس شايفاه مش عارف بحيرة فساد. الغلط هيتواجه. يعني يعني فكرة إنه الإخوان هيشمتوا فينا، بلاش كده، أحسن الإخوان هيشمتوا فينا. لا يا فندم، يشمت. طول ما انت بتصلحي وطول ما انت بتحط صباعك، يعني انا متاكد ان مفيش وزير هيجي الوزاره بعد وزير الزراعه ومش هيفكر مليار مره انه ياخد قلم هديه من حد. بس الخطر بقى في هذه القضيه، في عمله، في وجه اخر للعمله يا استاذ عبد الرحيم. الخطر انه مش ما يفكرش ياخد قلم هديه، ما يفكرش يمضي قرار. هو قال كده بس، هو ده خطر اخر. لا يا فندم، لما جمعهم كلهم وقال لهم فيها ايه لما تتحبس عشان خاطر مصر، وهو بيبالغ، يعني هو بيقول له يعني ايه؟ يعني خد القرار الشجاع حتى لو هيجي نظام بعديه، يبقى شايف ان قرارك الشجاع ده اللي خدته كان ضده هو ويحبسك، فيها ايه لما تتحبس عشان خاطر مصر؟ شوفي القرار الصح. بس ما حدش يحب يتحبس يا استاذ عبد الرحيم خالص. يعني معلش عشان نبقى واضحين، يعني يا فندم. لا يا فندم، لا، بص يا فندم، في قرار شجاع وقانوني وواضح وبيبقى معروف من صالح البلد. يعني قرار يعني مش ممكن تتلقي رشوة وبصالح مصر. لا طبعا، لا طبعا، لا مفهوم. انا عندي الفساد له عملة، له وجهي عملة، وجه الفساد لتسهيل الحصول على باطل، ووجه الفساد عشان تخلص للناس حقوقها. يعني بص يا فندم، طول ما انت بتدي الناس حقوق بالظبط وما بتاخديش مقابل في سبيل الحقوق دي، اعمل قرارات شجاعه وعنيفه وقويه و و و و ودي لناس. يعني مثلا هديك مثال صغير بس عشان ما نتكلمش كلام نظري. القضيه بتاعت الاستاذ حمدي الفخراني وقضيه اللي هي بتاعت، طيب قول لنا معلوماتك عن قضيه حمدي الفخراني دي، ما لهاش حظر نشر. قضيه حليج الاقطان، حليج الاقطان اتباع بشكل معين لشركه معينه. نعم. سعيد الصيفي ومجموعته. في بعض الاخطاء نعم، بس لما انت تيجي، لما جيت رفعت القضيه وجيت ردها، رفعوا المساهمين لان انت بقى عندك 20,000 مساهم لان اتباعت في البورصه. رفعوا قضيه بره وخدوا في التحكيم 17 مليار دولار ضد مصر. بقى في هنا تعذر للتنفيذ الحكم لان مصر مش هتقدر تدفع 17 مليار طبعا منين؟ وفي نفس الوقت انت عندك ممكن تعمل تسويه مع المساهمين وتاخد الحكومه 60%، تدخل ب 60% وتعلي سعر وتدخل باستثمارات معينه تعلي سعر السهم في البورصه، فتقدر الحكومه تكسب. طيب المستثمر فدور حمدي الفخراني هنا ايه بقى؟ ما انا هقول لحضرتك، جيت انت عملت ايه؟ التحقيقات الورق بيقول ايه؟ بيقول انه هم كانوا رفعوا قضيه على محافظه المنيا، اللي راجل اللي خد ارض خد 20,000 متر على النيل مباشره من سعيد الصيفي ومن شركه النيل لحليج الاقطان، وبدا يبيعها للناس. الناس اللي اشترت دي حسن النيه، انا راجل ضابط مهندس تمام تمام، خدت حته ارض عشان ابني عليها بيتين دورين ثلاثه لاولادي، ماشي، ماليش دعوه بقصه حليج انها اتباعت وان الارض دي تبع الشركه وخلاص، ماليش دعوه، ماليش علاقه. جيت انا قلت للدوله اديني يا سيدي مرافق واديني بتاع المحافظ التزم بقرار محكمه الاداريه العليا بانه العقد ده باطل، فما رضيش يديهم البتاع، فراح رفع قضيه ضد المحافظ
تمام. ها الراجل راح لرئيس الوزراء قال له دلوقتي الناس واخده حكم السجن ده. ايه دخل يا حمدي الفخراني؟ ما انا هقول لحضرتك اهو عشان الوقت بس يا سيدي. حمدي الفخراني تضامن المحافظ رفع قضيه بفسخ العقد في الشهر العقاري. حمدي الفخراني تضامن مع المحافظ. المحافظ راح اتنازل عن القضيه لان مجلس الوزراء ومجلس الدوله قالوا له تعذر تنفيذ الحكم. فانت كده رحت اتنازلت عن الحكم عشان الناس تبدا تبني. صح. فاضل واحد عشان لازم يتنازل. الاثنين يتنازلوا. اه. بالظبط. طلع مين الواحد ده اهو؟ حمدي الفخراني. راح حسب ما بتقول الورق برضه والتسجيلات اللي معاهم. انا بتكلم على عهده نيابه الاموال العامه. العلاء حسنين عضو مجلس الشعب اتصل بيه فطلب منه مبلغ معين لكي يتنازل عن هذه القضيه. هنا بقى دي قضيه ابتزاز مش قضيه رشوه. بالظبط. فراح خدوا علاء حسنين البيت بتاع الراجل في بيته. هو وجاب له الراجل في اكتوبر وتم تصوير ده فيديو. هو المزعج بس في قضيه النائب السابق حمدي الفخراني انه الرجل اللي يعني ناس كتير كانت شايفاه بيدافع عن حق الدوله والكلام ده كله. وده برضه يدل على ان الدوله مش لان خد بالك القضيه دي لها ثلاث شهور. القضيه دي مش امبارح. نعم نعم. بيتسجل تليفونيا وبيتسجل فيديو دي له ثلاث شهور. وبالتالي ده بتقول ان الدوله دي مش هتسيب فساد. صحيح. على الاطلاق. كبار اعلاميين كبار صحفيين عصرين زرقاء دخلت في قصه اراضي دخلت في قصه بتاع عشان الناس ما تتفاجئش بعد كده. هتيجي ما فيهاش هزار. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحيم علي رئيس تحرير جريده البوابه نيوز. ومعي على الهاتف ايضا الاستاذ عماد حسين رئيس تحرير جريده الشروق. استاذ عماد معلوماتك الصحفيه ايه حول ما يحدث الان قضيه وزير الزراعه ما يمكن ان نقوله والتعديل الوزاري ايضا؟ مساء الخير استاذ لمير. مساء النور. اهلا بيك. اتصلت بالدكتور سوري اسف المهندس ابراهيم محلب اليوم سألته سؤالا مباشرا حول التعديلات المتوقعة. بطبيعة الحال كما تعلمين أسلوب المهندس محلب رفض الإجابة. قال لا تتعجلوا، لكنه قال لي نحن جادون بالفعل في محاربة الفساد. ما أعلن اليوم عن قضية وزير الزراعة من وجهة نظره هو أفضل تعبير وأفضل رد على اللي بيقوله أنه الدولة غير جادة في هذه القضية، وأن هو هذه بداية لي تطهير الدولة من الفساد. لكن كلمت مسؤول أظن أنه مهم جدا مسؤول حكومي رفيع، قال لي عجلة التغييرات دارت وعجلة مقاومة الفساد دارت، وأنه الإشارة الخاصة برئيس الجمهورية لما هو نفسه اللي أصدر قرار طلب إقالة وزير الزراعة ثم طلب القبض عليه دي إشارة واضحة للجميع أنه لا تستر على أي شخص، وأنه كل من سيثبت في هذه القضية أو في قضايا أخرى أنه يبدو أن هناك قضايا أخرى في الطريق مرتبطة إلى حد ما بهذا الأمر وقضايا منفصلة، وبعض الناس أبلغوا أنهم يستعدوا لتقديم استقالاتهم وده أظن ممكن يتم خلال أيام. كان حد قال لي أنه في وزير بالفعل ربما يعلن استقالته غدا، لن أقول اسمه لأني لا حاولت أتأكد من المعلومة لم أتأكد منها حتى لا أسيء إلى هذا الشخص، لكن صار معروفا انه ربما يكون فيه من 5 إلى 7 وزراء. يعني بنتكلم على حقائب ايه يا استاذ عماد؟ على حقائب التعليم العالي، التعليم العادي، الثقافه، الصحه، ايه الثاني؟ الاثار، اضافه بالطبع الى وزاره الزراعه. دي تقريبا الوزارات التي يعني هناك ما يشبه اجماع انها بصدد التغيير الوزاري. نعم. بشكرك شكرا جزيلا. انتهت منذ قليل التحقيقات مع النائب السابق حمدي الفقراني وسيصدر قرار النيابة بعد قليل وهنتابعكم يعني بعد دقائق وهنتابعكم طبعا نقول لكم القرار فور وصوله الينا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق اللي قال لنا انه بنتكلم من 5 إلى 7 حقائب تقريبا هو ده اللي بنتكلم عليه واللي قاله لنا عوض زميلنا عوض المطروح التعليم العالي والتعليم
التعليم والثقافة والصحة والآثار، ويعني يعني نتكلم من 5 لـ7 حقائب تقريبا، والسياحة نتمنى السياحة كمان. يعني منذ قليل أصدر رئيس وزراء محلب قرارا بأن يتولى السيد وزير الري حقيبة وزارة الزراعة أو حقيبة الزراعة، وذلك حتى تعيين أو حتى اختيار وزيرا للزراعة. وفي طبعا أسماء مطروحة كتير، لكن خلونا ننتظر، يعني بورصة الأسامي دي هتبقى بورصة واسعة جدا، خلونا نستنى نشوف تعديل، في تعديل وزاري ولا لأ، ولا هينتظروا ربما خلاص فاضل شهرين على وجود مجلس شعب. مجلس شعب هيكون في نهاية ديسمبر، وبعد ديسمبر في حكومة جديدة، يعني بنتكلم في رئيس وزراء جديد، في حكومة جديدة، ممكن محلب يختاروا رئيس وزراء وممكن لأ، طبقا ل يعني ما يقوله مجلس الشعب بالاتفاق مع السيد الرئيس. الرئيس بيطرح طبقا للدستور، الرئيس بيطرح الفكرة أو الاسم، بيتفق عليها مجلس الشعب ويبتدي فيه نقاش واتفاق بين الجانبين. طيب معي على الهاتف الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري. مساء الخير يا دكتور. طيب حتى الدكتور شوقي السيد، الحقيقة احنا محتاجين نناقش قانونا، ما هو التعريف القانوني للرشوة؟ ايه القوانين اللي او المواد في القانون التي تحكم الرشوة؟ وخلي بالكم ان في مادة مهمة جدا، مهمة جدا لهذه القضية والقضايا كثيرة، مادة مستحدثة، هي المادة 107 مقرر، وخلوني اقراها لكم. يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. هذا المادة دي بتقول إنه الراشي والوسيط ممكن إن هم يعاقبوا بنفس عقوبة المرتشي، ولكن إذا اعترف الراشي أو الوسيط قدامنا كلمتين، اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها، يعني مش بس جه هو اعترف من يعني طواعيه، اذا كمان في التحيات اخبر السلطات. هنا بقى عايزين نفهم التحليل القانوني او التكييف القانوني لهذه الكلمات من الساده القانونيين. اذا ساعتها يعني يعفى الراشي والوسيط من العقوبه، وده الماده دي كانت يعني وضعت مؤخرا لتشجيع انه الناس تعترف بالمحاولات الابتزاز اللي بتتعرض لها من الجهات الحكوميه. معي على الهاتف الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهره السابق. دكتور كبيش مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه لميس، اهلا. يعني عندي سؤال في موضوعين، اولا تعريف الرشوه، وهنا العقوبه للمرتشي والعقوبه للراشي، وايضا يعني ماده 107 مقرر اللي بنتكلم عليه. لا، الرشوة المادة 103 المادة 103 الرشوة. نعم. المهم الرشوة معناها انه مخاطب عام، يعني شخص يعمل. يا جماعة الخط اتفضل، ما انا مش سامعة يا جماعة، تليفون راح مننا. طيب الخط قطع مرة أخرى، إذا نحاول نرجع للدكتور كبيش مرة أخرى. احنا عندنا مواد من 103. ايوه دكتور اتفضل. الو. ايوه دكتور اتفضل. الو. ايوه يا دكتور انا سامع حضرتك اتفضل. ايوه يا استاذه لميس، بقول لحضرتك الرشوه لا يرتكبها الا موظف عام. موظف عام او شخص في حكم الموظف العام. نعم. يعني شخص بيعمل في احدى الجهات اللي بتمتلك الدوله فيها جزء من المال، شخص مكلف بخدمه عامه الى غير ذلك مما هو منصوص عليه في الماده 110 من قانون العقوبات، يعني اشخاص محددين هم اللي لابد وان يكونوا فاعلين في جريمه الرشوه، فيما عداهم لا يرتكب جريمه الرشوه. ده بالنسبه لتعريف الرشوه، بيطلب او بياخذ عطيه. واحنا هو ده وده اللي في بيان النيابه، يعني بيان النيابه بيقول انه ان الوزير او المسؤولين في وزاره الزراعه قاموا بالطلب واخذ. بالظبط. يطلب او بياخذ عطيه للقيام بعمل من اعمال وظيفته، او للامتناع عن عمل من الاعمال التي تدخل في نطاق وظيفته. اما القيام بعمل او الامتناع عن عمل. بالظبط. يعني اما ان هو مثلا بيدي المرتشي او بيدي الطالب حق مثلا، او بيدي له حاجه، او ان هو بيمتنع عن عقابه مثلا، عن اصدار قرار مثلا في غير صالحه، او يخل بواجبات الوظيفه او يخل العمل. احنا ثلاث حاجات. بالظبط. نعم. طيب ماذا عن الماده 107 مكرر اللي هي بتتكلم على
ومع ذلك يعفى الراشي او الوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمه او اعترف بها. القانون علشان يسهل ضبط الجرائم جريمه الرشوه بالذات لان هي بتقع في الكفاء او يسهل اثباتها حتى لو تم ضبطها ولم يتبين ادله كافيه فبيدي مكافاه للراشي او الوسيط. اللي بيعفى فقط هو الراشي او الوسيط لان اصل ان الراشي الوسيط تطبق عليه او توقع عليه عقوبه الفاعل في الاصل. فالقانون قال ان الراشي او الوسيط اذا ابلغ عن الجريمه او اخبر عن الجريمه او اعترف بها فانه يعفى من العقاب. يعني اذا اخبر او اعترف. الاخبار معناه ايه؟ لماذا فرق المشرع بين الامرين؟ الاخبار معناه ان السلطات العامه لم تعلم بالجريمه، هو الذي نقل علم الجريمه اليه. راح هو بلغ عنها. بالضبط، دون تفاصيل. يعني عرفهم بس ان فلان عمل وما الى ذلك. قبل ارتكاب الجريمه وتمكنت السلطات العامه من ضبط الجناه بناء على ذلك. اما الاعتراف فهذا يفترض انه الجريمه تم ضبطها وبدأ التحقيق فيها ويمكن في اي وقت من الاوقات اثناء التحقيقات او اثناء المحاكمه او حتى اثناء الطعن بالحكم من حق الشخص انه يعترف بالجريمه، يعني يذكر تفاصيل خاصه بالادله فيؤدي ذلك الى اعفائه من العقاب. حتى لو هو اعترف ضمن التحقيقات اثناء التحقيقات او اثناء المحاكمه. اذا اعترف اعترافا تفصيليا. تفصيليا بحيث يؤكد الادله الثابته ضد المتهم. هنا المشرع ايه كان فلسفته يا فندم في هذا هذه الماده؟ فلسفته في الاخبار انه يمكن السلطات العامه من معرفه المرتكب هذه الجرائم وضبطهم. الفرض انه السلطات العامه لم تعرفهم بعد. فلسفته في الاعتراف اثبات الجريمه. اثبات الجريمه بادله كافيه. فبيعطي مكافاه فيها. اخذ في الاعتبار ايه يا استاذ لميس؟ ان جريمه الرشوه من الجرائم اللي بتقع عاده في الكفاءه، يصعب ضبطها الا بمعاونه او بارشاد. فلما يكون الارشاد من الراشي او الوسيط فده بيسهل على السلطات العامه الوصول الى الفاعل. اخذا في الاعتبار ايضا انه المهم او الاخطر في هذه الجريمه هو الموظف العام. طبعا. والموظف العام. وهو الاهم هنا في هذه القصه هو الموظف العام. بالضبط، يعني هو اللي المفروض او السلطات تبحث والمفروض الدوله تبحث الى استقضاء حق الدوله في العقاب منه لانه ده الامين على المصلحه العامه وعلى الوظيفه العامه. يعني دكتور كبيش، يعني بصراحه هل انت مستغرب فكره انه وزير يتهم يتلقى رشوه او يتهم بتلقي رشوه الان، يعني بعد ما شفنا وزراء دخلوا في السجون، يعني صحيح برئوا بعد ذلك ولكن قعدوا سنتين وثلاثه جوه السجن، هل يعني مش موضوع غريب شويه؟ انا مستغربه يعني ازاي. هي واقعه، لا واقعه الحقيقه تثير يعني كثير من الاستغراب، يعني انه يجرؤ وزير انه يطلب رشوه او ياخذ رشوه، احنا ما نعرفش طبعا الامر في التحقيق. طبعا خلينا نقول انهم متهمون يعني حتى هذه اللحظه. لكن ان يحدث ذلك في هذا الوقت بعد كل ما حدث في الفتره السابقه وفي منصب يعني على اعلى درجات المناصب الاداريه ياخذ رشوه ليه؟ يعني برضو مساله تثير الدهشه وتثير تساؤل كبير جدا اكثر من كونه تساؤل قانوني. كده عقلي يعني ازاي يعني ده اوريدي ما حدش بيمضي على ورقه. يعني انا مش فاهم، يعني فيها جرأه غير عاديه بطبيعه الحال وفيها ايضا نوع من الطمع اللي يعني لا نتصوره في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الايام. هل يقلقك ده وانت محامي وممكن تكون محامي لناس يعني في مجال الاعمال او ما الى ذلك، هل يقلقك انه ده قد يؤدي الى انه ما حدش هيمضي، مش ما كانش في حد بيمضي ورقه، ما حدش هيمضي ورقه خالص، وانه احيانا نوع اخر من الفساد هو تعطيل حاجات المواطنين، تعطيل مصالح المواطنين هو نوع اخر من الفساد وبيفتح يعني بوابه اخرى من الفساد؟ بالتأكيد يعني بيقابل هذا بطبيعة الحال أمر على النقيض تماما زي ما حضرتك اتفضلت.
انه الشرفاء في المرحله القادمه سيترددون كثير خشيه ان يزج باسمائهم في وقائع شبيهه دي. يعني ممكن واحد ما يكونش له علاقه على الاطلاق ولكن يكون على الحافه فممكن يتم الزج به في اتهام، ولذلك في مشكله ممكن تحصل في المرحله القادمه من كثير من الشرفاء الجادين المفروض عندهم جرأة في اتخاذ القرار ممكن يبتعدوا عن تقلب المواقع لما يطلب منه، والبعض الآخر ممكن عند توليه الموقع لا يجرؤ على مباشرة عمل ذو أهمية بالذات يتضمن مسائل مالية. وماذا عن تعطيل مصالح المواطنين؟ أليس هذا أيضا نوعا من الفساد يؤدي إلى فساد أكتر؟ يعني لأن الناس حياتها بتقف بيضطروا أنهم يدفعوا فلوس. بالضبط بالضبط، للأسف الشديد يعني ده برضه جزء من الفساد ويمكن لا يقل في الأهمية وفي الخطورة عن من يتقاضى والطريق الوحيد هنا هو الإصلاح الإداري وأنه يبقى فيه تيسير. عندنا مشكلة كبيرة أستاذة لميس، مشكلة كبيرة جدا جدا في الهيكل وفي الجهاز الإداري. لا مش عايز برضه أقول في الجهاز الإداري بمفهوم ضيق، وإنما في إدارة المؤسسات بصفة عامة، مؤسسات مختلفة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود كبيش عميد حقوق قاهرة السابق، اللي شرح لنا نصوص المواد الخاصة بعقوبات الرشوة، وزي ما شرحنا هي الرشوة، وشرحنا أيضا المادة 107 مقرر التي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. واعترف بها هنا ممكن تكون من خلال التحيات أو في ضمن المحاكمة كمان كما يقول الدكتور كبيش. العقوبات هنا بنتكلم بيعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. دي يعني المادة 103 104، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية الامتناع. يعني هنا في واحد الطلب أن تطلب لنفسك أو لغيرك وعدا أو عطية لأداء عمل، أول حاجة هي الأداء العمل، تاني حاجة هي الامتناع عن عمل، دي برضو بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103، وتالت واحدة للإخلال بواجبات الوظيفة بنعاقب منصوص عليها في المواد كذا حسب الأحوال، وحتى لو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة. إذن ثلاث حاجات، أداء العمل أو الإخلال بالعمل أو الامتناع عن عمل، دي الثلاث حالات للرشوة اللي هو بيطلب فيها الموظف العام المبلغ من أجل واحدة من الحالات الثلاثة. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذه الأخبار ونتابع قضية حمدي الفقراني، ونتابع أيضا تأثير هذه القضية على الاستثمار وعلى الأعمال وعلى الاقتصاد. مرة أخرى لازم نعمل التوازن، والتوازن ده خط رفيع جدا بس عملته دول كتير، تعمل في سنغافورة، تعمل في أندونيسيا، تعمل في ماليزيا، تعمل في الدنيا كلها، في فساد في حتت كتيرة جدا، لكن الفكرة إنك إزاي تعمل خط رفيع بين محاربة الفساد وقطع رقاب الفاسدين، ده حقيقي، ولكن كمان انك لا تقف امام مصالح المواطنين، تسهيل مصالح المواطنين، الناس تقدر تاخد حقوقها ومصالحها سواء مواطن او رجل اعمال او اقتصادي او صناعي بالطرق السليمة وبالطرق الشرعية والقانونية. هذا الخط الرفيع هو اللي لازم نحافظ عليه بين محاربة الفساد والحفاظ على الاقتصاد. أهلا بكم من جديد. الحلقة النهاردة كلها هنخصصها لقضيتين، أساسا قضية ما يسمى بقضية فساد وزارة الزراعة، والسابقة الأولى من نوعها وهي يعني إقالة أو طلب من وزير الزراعة تقديم استقالته ثم القبض عليه وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات في تهمة تلقي وطلب وتلقي أموال من مجموعة من رجال الأعمال لتسهيل بعض لتقنين أراضي. معي على الهاتف
السيد احمد ابو السعد العضو المنتدب لشركه راس مالا مصر لاداره الاصول. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ امين. كنت بتكلم على الخط الرفيع ما بين مواجهه الفساد وبين الحفاظ على الاقتصاد وعدم تعطيل مصالح الناس، لا مصالح الاقتصاد ولا رجال الاعمال ولا الصناعيين ولا غيره، وبين يعني كيف نستطيع ان نوازن بين الامرين. بسم الله الرحمن الرحيم استاذ لميس. طبعا الخبر بتاع النهارده كان ليه بعض الاصداء، للاسف في بعض الناس بتاخدها بطريقه سلبيه. لو خلينا نمسك الموضوع كده بشكل اكثر، اولا البورصه هبوط البورصه النهارده، هل ده كان بسبب هذا الخبر ولا كان له اسباب اخرى؟ لا، كان احد الاسباب، ما هوش السبب الوحيد، كان في عده اسباب، من ضمنها تصريح معين كان في اليورو ماني، كان من ضمنها اللي هو ايه؟ كان في خبر بيتقال ان هو الحكومه كده هتاخد خطوات، بتدرس خطوات لتخفيض الجنيه، ودي فبالتالي دي اللي جوه السوق في الوقت الحالي هيبقى بالدولار فلوسه اقل، فبالتالي افضل انه يدخل بعد التخفيض. وده كان بيقول تفكير، ما حدش قال ان ده هيحصل، ولكن احنا عارفين ان هو في النهايه لو حصل مش هيبقى حاجه، احنا عارفين ان هو امر حتمي لابد منه هيحصل يعني. انما كان في عده اسباب عايز اقول، وفي نفس الوقت كان كده يعني الاسواق الاسيويه كانت فاتحه كده على هبوط، يعني عده اسباب، ولكن طبعا ده عمل نوع من انواع عدم الفهم. فعاده المستثمر يحب لو هو مش فاهم يقعد على جنب لغايه لما بره السوق، على جنب انا بره السوق، بحيث لغايه لما يفهم ايه اللي بيحصل وبعد كده يبتدي يدرس قراراته. فطبعا الهبوط اللي جه في اخر الجلسه ده كان ده طبعا احد الاسباب اللي ادت اليه. ولكن خلينا نقول، لو بصينا لازم نبص الموضوع مش بالصوره اللحظيه اللي هو تاثيره على جلسه النهارده او تاثيره على مناخ الاستثمار في اللحظه، لان عارف حضرتك الحاجات دي بتتبني على فترات طويله طبعا وعلى زمن. فطبعا قد بعض الناس، لقيت بعض الناس النهارده بتتكلم الحقيقه، لا ده ممكن يعزز من الايدي المرتعشه اللي كانت موجوده من سنه 2011. طب ده حاجه، ده رجال اعمال. لا طبعا يا جماعه، محاربه الفساد في اي دوله هي احد مقومات جذب الاستثمار وليس طردها. طالما احنا بنحاسب حد فاسد او حد هيثبت فساده او تحقق في قضيه فساد، ده ما فيهوش اي حاجه تعيق الاستثمار، لانه الاستثمار لا يتعارض مع الاخلاق. مش معنى فالنهارده ان انا يطلع خبر زي كده، لو والله هيتم تحقيق هيثبت اذا كان في فساد من عدمه، هيثبت اذا كان في رشوه من عدمه، كل ده ياخد مجراه. ولكن كون ان في اجهزه رقابيه تكون متيقظه وبالعكس ده يطمن المستثمرين اكتر واكتر ان محدش هيطلب حاجه غير حقه، محدش هيقعد يعطل في الامور لمصالح شخصيه، فبل بالعكس ده يعتبر حد ايجابي في حد ذاته. ولكن على الناحيه الثانيه احنا لازم نقول ان اي حد متخذ قرار طالما هو في موقع مسؤوليه، فهو لازم نبقى متاكدين وعارفين كويس قوي ان هو هياخد عديد من القرارات في اليوم الواحد، مش قرار واحد. فانا النهارده طبيعي انا كراجل متخذ قرار بعمل الهوم ورك بتاعي، باخد بشوف الدراسه بتاعتي وبناء عليها باخد القرار. لو انا ما خدتش ولا قرار يبقى انا راجل ما بشتغلش، مش هغلط، فممكن ما حدش يحاسبني. بل بالعكس انا المفروض احاسب المسؤول اللي ما بياخدش قرارات او اللي بيعطل الدنيا. عشان ما هو المسؤول هنا ممكن يخاف ان هو ياخد قرار فيغلط فيتحبس. ما هو ده اللي انا بقوله يا فندم. فاحنا لازم نحمي قرارات المسؤول ولكن لا نحمي الفاسد المرتشي، هي دي الفكره. بنحمي قرارات المسؤول حتى لو ثبت ان بعض القرارات صدرت صدر بطريق الخطا، بطريق غير لا يتمسش حاجه ما لهاش علاقه ولا بشرف ولا امانه، ولكن زي ما بقول لحضرتك اي واحد في موقع مسؤوليه هو بياخد قرارات. فانا بالعكس انا عايزه ياخد 10 قرارات عادي هيطلع منهم صح او غلط، ما فيهاش اي مشكله طالما ما فيهاش اي شبهه فساد. ولكن ان انا ما اخدش قرار خالص عشان مش عايز امضي، ده بالعكس هو ده اللي هيتحاسب، هو ده الفساد. لان هنا ثمن الفساد زاد، لانه لما ما ناخدش قرارات لازم هنلتف عشان القرار فهيدفع فلوس اكتر. هي دي تهمه التقاعس والاهمال في اداء الواجب والمهام المنوط فيها. واللي ما بياخدش قرارات نتاكد ان هو مصيره في الاخر برضه لازم يبقى مصيره في الاخر، يا اما يقعد من الوظيفه، يا اما ان هو يتم استبعاده، يا اما حاجه زي كده. فانما المسؤول اللي هو عامل بيقوم بعمله على اكمل وجه وبحكم مسؤوليته هو كده كده هياخد قرارات عديده، طبيعي ان اي واحد في شغله ممكن يغلط معروفه. يعني اشتغل كتير بتغلط كتير، طول عمرنا بنقولها هتغلط، بس غلط عامل ازاي؟ غلط عامل ازاي؟ مش معنى كده انما لو انا واخد قرار مبني على الدراسه ومبني على كده، ثبت بعد كده الدراسه اللي كانت معموله
ان لا ما ادتش للنتيجه، لان احنا في الاخر الدراسه النتيجه عندنا ان ده بيخش السجن، احنا عايزين نحميه ان هو ما يخش السجن بقى، ان هو ان اللي خد قرار بناء على مشوره من المستشار القانوني وبناء على دراسه ما يخشش السجن، هو ده اللي احنا عايزين نحمي المسؤول اذا اخذ قرارا اداريا خاطئا، ولكن طالما ان هو لم يرتشي. الرشوه حاجه والقرار حاجه. بشكرك استاذ احمد ابو السعد العضو المنتدب لشركه راسماله مصر لاداره الاصول. معي ايضا استاذ اسامه مراد رئيس شركه اكيومن للاستثمار. استاذ اسامه مساء الخير. برضو الخط الرفيع ما بين مكافحه الفساد اللي كلنا بنطلبه وبين ان يعني ان البلد ما تصابش بشلل، وان الناس لا تعطل مصالحها، وانه مش فجاه نلاقي كل القنوات اتسدت. الو استاذ اسامه سمعتني؟ يعني هو بدايه الطرح جميله جدا، لانه دايما احنا يا بنسيب الدنيا بايظه يا بنتكلم ان احنا نقفل كل حاجه، وده خطوره الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. الموقف الحالي ملوش اي دعوه بالايدي المرتعشه. اولا ما ننساش انه اتهام لغايه دلوقتي، ما فيش طبعا ادانه. لكن الحاجه الثانيه انه ده ملوش دعوه بالايدي المرتعشه، دي دعوه باللي احنا بنقول عليه على طول، ان احنا عاوزين نحاسب المسؤولين على الاداء. ننتقل للحكومه من اجراءات ولوائح ان انا بحاسبه على ادائه وتارجت عنده فاقدر احاسبه على حاجه، لكن انا بحط لوائح وقوانين بتخلي اي مسؤول حكومي او موظف صغير يقدر يستغل هذه اللوائح او يستغل تعقيدها بطلب رشوه لتسهيل الاجراءات، او انه يلاقي يعني منفذ ينفذ منه للفساد. لكن انا لو قلت ان المسؤول الحكومي ده عليه انه يعمل 1 2 3 وله الصلاحيات وحاسبه على كده، بقى عندي معيار احاسبه عليه. طب خليني اسالك بعيدا عن المسؤول الحكومي بصراحه، المستثمر بقى، المستثمر اللي بيبقى عايز يعمل شغل في مصر سواء مصري او عربي او غيره، هل بيقدر طبقا للقواعد الجديده الموجوده المعمول بيها، هل بيقدر ان هو يمشي حاله من غير ما يدفع رشوه؟ خليني اسالك سؤال بوضوح، اللي هو من اول ما يطلع المواطن العادي يا لبي. ولا المواطن العادي، المواطن العادي ما يعرفش يركن عربيته قدام بيته في الشارع من غير ما يدفع. من غير ما يدفع، احنا قايمين على الجبايه والاتاوه، لانه ما عنديش حق. لو رحت اشتكيت هذا الموظف ده ما حدش هيجيب لي حقي او القضيه رفيفه، وانا مش عارف حقي ايه، يعني قله الحقوق انا مش عارف حقي ايه. عشان كده احنا دايما بنقول احسن وسيله لمكافحه الفساد هي تعزيز النزاهه والشفافيه. بالظبط بالظبط. احنا اما نقول هو ايه الحقوق، ثانيا احنا بقالنا دلوقتي بالذات من ساعه الثوره بنتكلم في قصه الاراضي، وقلنا ان يبقى في جهه واحده يبقى عندها الاراضي، لكن في اراضي تبع السياحه، واراضي تبع الزراعه، واراضي تبع التعديل، واراضي تبع القوات المسلحه، واراضي امن قومي، واراضي تبع الري. فكل واحد يدور في اراضي استخدام كذا، مفيش كده في العالم. الارض ارض لها ثمن، الراجل يعمل عليها اللي هو عاوزه. الفساد الاكثر اللي زي القضايا اللي موجوده برضو اخرى او هتتفتح قريب، هو ان الراجل كسب والقضيه تبقى اسمها انه تربح. ما هو الراجل المستثمر ده بيشتري عشان يربح. اما هو طبعا يطور منطقه كانت صحراء قبل كده وتكسب، ما طبيعي هو عمل ده عشان هو عنده فكر ويكسب. المكسب وكلمه التربح المفروض نشيلها، هي المفروض انه بيربح. يربح. وده حق، وده حقه ان هو يربح. يبقى احنا عندنا مشكله، ما فيش حد شغله بيمشي من غير ما يدفع فلوس، ولا مواطن حياته بتمشي من غير ما يدفع فلوس. عايزين نقتل هذا الامر ونوقفه بان احنا النزاهه والشفافيه والكفاءه، وانه تطبيق قانون الاستثمار الجديد بقى اللي هو جهه واحده تملك الاراضي، جهه شباك واحد. لميس الجهه وكل الكلام ده كلام نظري قلناه. نظري طبعا، معاك حق. اما يبقى عقوبه تعطيل العمل او منع القبض اعلى من عقوبه الرشوه، الدنيا هتمشي. صح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه مراد رئيس شركه اكيومن للاستثمار. وفعلا وبنقول للرئيس الكلام ده، وبنقول لكل الجهات الحكوميه، زي ما بنذبح زي ما يجب ان يكون هناك سيفا على رقاب الفاسدين، يجب ان يكون هناك سيفا على رقاب من يعطلوا مصالح الناس. اللي بيعطل مصالح الناس، اللي بيعطل مصالح المستثمرين، اللي بيوقف الشغل ده فاسد. مش بس الفاسد المرتشي، الفاسد التاني اللي بيعطل المصالح لانه بيجبر المواطن وبيجبر المستثمر على ان يدفع رشوه، والناس كلها
بتدفع فلوس عشان تخلص مصالحها، مش بقول ان ده صح، بقول ان ده خطأ، لكن في النهاية للأسف لأن القنوات مغلقة ده بتكون النتيجة. وخلونا نبعد عن النظريات ونقول الحقيقة، هو ده الواقع في البلد، هو دي الحقيقة. احنا ما بنخلصش حاجة، ما بتخلصش أي حاجة، أي مصلحة بتخلص قليل جدا لما بتعرف تخلص حاجة من غير ما من أول 20 جنيه لحد 20 مليون جنيه. الدكتور محمد حمودة المحامي بالنقد، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. وكنا في الفاصل قبلها بنتكلم أنا وحضرتك على القوانين الخاصة بالموظف العام والرشوة، كيف نوازن بين حماية قرار الموظف العام، يعني الموظف اللي يخطأ خطأ إداري عادي ما تتقطعش رقبته ما يخش السجن، وبين اللي المرتشي يخش السجن، إزاي نقدر نوازن بين الاثنين دول يا دكتور كي لا تكون هناك شلل، يكون هناك شلل في الدولة؟ بص يا فندم، الموضوع ده أول واحد كان بيتكلم عليه لو حضرتك تتذكري من 4 سنين أيام 25 يناير لما كنت أنا أول واحد بيتكلم عن المصالحة والتصالح. نعم. إذا فأنا وكنت ضد مصر كلها، إذا فأنا أول من تحدث عن المصالحة والتصالح، ضد إرادة كل المصريين، وحضرتك كنت بتجيبيني في البرامج دائما لمدة سنتين كاملين أتكلم في المصالحة والتصالح مع رجال الأعمال. ولكن جينا نتصالح، حطينا مادة في قانون، أنا مش هقول لأني لا أفترض سوء نية، رغم إن عندي معلومات عن سوء نية في اللائحة في المجموعة اللي عرضت القانون على المؤسسة الرئاسية، ورحت خليتي النهاردة الأخ وزير الزراعة لو كان مرتشي وما ثبتتش الرشوة وبقى الموضوع تسهيل استيلة على أموال، أي جرائم الباب الرابع، الكتاب الرابع اللي هي الجرائم بتاعت الاستيلاء والتربح وغيرها، لو الناس رجال الاعمال اتصالحوا مع الدوله الموظف يطلع براءه، نص الماده بقى كده. كارثه بكل معاني الكلمه. يعني انا موظف اتفق معاك اقول لك انا هديك حته الارض دي اللي ثمنها 2 مليار ب 5 جنيه، لو اتمسكت رجع الارض عشان انا اطلع براءه. ده كلام يمشي؟ دي 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 الماده اللي هي الجديده اللي تم تعديلها، مش كده؟ الجديده اللي ده بقى كارثه بكل معنى الكلمه. وانا بقول لحضرتك السيد الرئيس، هذه الماده عرضت عليه بصوره خاطئه للاسف الشديد. القانونيين اللي عملوا الماده دي يجب ان يحاكموا ويتعرف مين اذا كانوا هيعملوا كده بغسيل الاموال لولا تدخل المحترم عادل بن سعيد. طيب المستر عادل سعيد قال لهم انا عارف مين الولد اللي قال لكم كده في الجرائم الثانيه، وقفوا الهزل ده لاني مش اسمح بيه. ده موضوع فيه مش عايز اقول بقى الكلام، ادي واحده. فده موضوع يجب أن ينتهي. اثنين، كيف نجعل الموظف العمومي، أنا برضو أول واحد نادى بحماية الموظف العمومي غصب عن إنكت كل مصر، لكن كيف نجعل الموظف العمومي يستطيع أن يوقع ورقة حاجة اسمها قانون حسن النوايا. أنت جيتي تعملي قانون حسن النوايا عملتي قانون الفساد، يعني جيتي تقولي حسن نوايا الموظف قلتي للموظف لا اطمن لو سرقت واحد هتطلع براءة. لا انا عايز حسن النوايا يعني. طب هنا بقى هنا يتعمل قانونا ازاي يا دكتور؟ هقول لحضرتك بقى هشرحها لك. لو نعلي الصوت يا جماعه شويه، الصوت بيروح. تمام اتفضل. لو جينا قلنا يا فندم، لو جينا قلنا للموظف العمومي الموظف الذي لم يثبت عليه شبه قصد جنائي بتوجه الى تربيح انسان دون وجه حق او الى اضرار عمدي بالمال العام، يعد كل تصرفاته من قبيل التصرفات حسنة النية التي لا يجوز معاقبته. فهمت. لكن انت عندك اضرار عمدي، يبقى انا كده بحمي قرار الموظف العام، وفي نفس الوقت لو هو اخطا بيروح السجن. بيروح السجن على طول، مفيش دوله في العالم لو اخطا بمعنى تربح. خلينا تربح او كان لديه قصد جنائي، قصد جنائي واضح بتطبيق عمد الاضرار بالمال العام. يعني لا مش تعمد الاضرار، مفيش حاجه اسمها اضرار بالمال، هتعمد الاضرار بالمال العام ده يا فندم يبقى راجل، يعني الماده دي لازم تشد خالص، فدي اللي بتخوف. دي الماده كام يا دكتور؟ 116 يا فندم. 116 قانون العقوبات. لازم تتلغي خالص. ليه؟ 115 كمان مره اخرى. لا 115 فيها التربح والتربيح. لا ما هو ما ينفعش ان انا اقول ان الموظف التربح واحد دون وجع حق كويس حضرتك وتربح لنفسه انه يطلع منها، لا، او ربح واحد دون وجع حق بقصد جنائي حتى لو كان قصد المجامله. طيب حضرتك ما اقدرش اقول انه يطلع. طيب. لكن الاضرار العمدي بقى دون وجود منفعه للموظف، زي ما قلتها فضيله سامح فهمي وانا بترافع امام النقد، قلت له يا فندم انا هقول كلمه واحده، قال لي قلت له لو سامح فهمي دايما نيابه بتحوله اضر عمديا بالمال العام كويس، علما
بان هو لم يستفيد، هم بيقولوا كده. يبقى عبيط يعني، عبيط ده اللي يدور يعني، عبيط اللي هو بيربح حد وهو ما بيستفدش. قلت له يا فندم يبقى الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده عشان تحاكموا راجل محترم بهذه الصوره بيه، يبقى ندخله سرايه المجانين مفيش داعي نحوله لمحكمه الجنايات. وعلى فكره دي قضيه كلهم. طيب كلهم اضرار عمدي بالملعب، مفيش حاجه اسمها كده. طيب اذا حضرتك بتقترح انه لابد من تعديل الماده 116؟ ايوه يا فندم. ليه؟ طالما ان لم يتصل هذا كويس حضرتك على الفور كده بتربيح بالموظف له رغبه شخصيه فاسده. ايوه. ماذا عن الماده 107 مكرر؟ جاي لحضرتك. الاول خليني الاول اتكلم في حته بتاعت حسن النوايا. اللي اهم من كده يا بنت فاهم ان لابد اللي انا كنت بتكلم فيه في الحلقه عندك من اسبوع. ارجو واتوسل الى سياده الرئيس المحترم الوحيد اللي باقي نلجا له. ارحمونا من تحريات اجهزه البحث. يجب ان يفعل التحريات بصورة حقيقية مش بصورة العين التي ترى دائما كل شيء غلط. يجب ان يكون هناك طب ما هو دلوقتي هيجي يقول لك طب ما التحريات دي هي اللي جابت القضية دي فازاي يعني؟ ثانية واحدة فندم، اللي تجيب القضية دي فوق راسي من فوق تحريات حقيقية وسمع واصوات واضحة وتسجيل واضح يروح في 60 داهية، لكن تحريات واحنا قاعدين اللي هو يشتبه فيه ويشتبه وكذا. لا هو مش يشتبه وبس، يقول لك يشتبه فيه ويقول لك وقد اكدت تحريات بصحه المخدر. فين الفلوس؟ ما فيش. فين التحريات؟ يقول لك مصدر سري لا يمكن البوح به. لا الكلام ده ما يمشيش. ده خراب بيوت ناس. طيب 107 بقى عشان الوقت يا دكتور. 107 مكرر. 107 مكرر ماده الاعفاء. احيان كتيره جدا الماده دي بتبقى رحمه واحيان بتبقى نقمه. ليه نقمه؟ لان بيجي يقول له طب اعترف عليه على الموظف عشان تاخد اعفاء. فطبعا ولا مش هتخرج ومش عايز اتكلم اكتر من كده عشان ما اوضحش كلام يعني بيحصل وانا برفضه تماما. الماده دي في كل قوانين العالم الاكزمبيشن اللي هي الاعفاء في العقوبات بيبقى في بعد ضبط الجريمه اعفاء نصفي وليس اعفاء كامل. طيب معلش يا دكتور عشان وقتي في دقيقه بقى، القضايا الابتزاز وده هينقلنا لقضيه يحيى حمدي الفخراني. قضايا الابتزاز يجب ان يكون هناك تشريع جنائي واضح لمعاقبه من يبتز اي انسان مستخدما سلطته او سطوته او ما له من معلومات او ما له من قدرات على الاتصال بالجهات او من له من قدره اعلاميه، يعني اعلامي بيبتز واحد. يجب ان يوجد تشريع واضح لمعاقبات جنائيه. يعني حضرتك ببساطه التشريعات عندنا في الموضوع ده لو ما كانش موظف عام مش واضحه خالص. ممكن تبقى ممكن تخرجه. طيب منذ قليل النيابه اصدرت قرارها بحبس النائب السابق حمدي الفخراني، لسه ما نعرفش كام يوم ولكن سياره الترحيلات ستنقله الى مقر، اخذته بالفعل الى مقر احتجاز ونعرف بالضبط قرار النيابه بكم يوم، ولكن اصدرت النيابه قرارها بحبس النائب السابق حمدي الفخراني على ذمه التحقيقات في قضيه الابتزاز. ايوه فندم، الحمد لله اذا كان فعلا عمل كده يبقى يستحق، لان انا ما قدميش التحيات. اذا كان بالفعل عمل كده يبقى يستحق، لكن المشكله هتواجهنا في المرحله الثانيه. نعم. المواد العقوبات بتقول ايه؟ ارجو ان دي برضو المشرع يبص عليها شوية. طيب بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حمود المحامي بالنقد. خلونا نخرج فاصل وبعد الفاصل نستقبل الأستاذ صابر عمار المحامي بالنقد وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، نسمع رأيه فيما قاله دكتور حمودة وما قاله آخرون حول المواد دي في القانون، ونتابع أيضا خلال وجوده معنا قضية النائب السابق حمدي الفخراني وما حدث فيها. اهلا بكم من جديد، ضفنا الاستاذ صابر عمار المحامي بالنقد وعضو لجنه الاصلاح التشريعي، وهنتكلم على الخط الرفيع، كيف نستطيع ان نواجه الفساد ولا نحدث شللا في الدوله، كيف نستطيع ان احنا نواجه الفساد ونقطع رقاب الفاسدين ولكن في نفس الوقت مصالح المواطنين ما تتعطلش. اللي حاصل لنا في مصر
الفساد في مصر ليس فقط فساد الكبار، الفساد في مصر يبدأ من الصغار، من أول ما أنت بتروح أي مصلحة حكومية ما بتعرفش تخلص حاجة من غير ما تدفع رشوة. لو اعتبرت دي إكرامية، اعتبرت دي بيسموها أي حاجة، هي إكرامية على في الصغيرين، لكن بتتحول لرشوة وجريمة في كل الأنحاء. وفي النهاية خلونا نعترف، الحاجات ما بتخلصش في مصر غير بهذه الطريقة للأسف، وهو هي ده هو ده الفساد في مصر. أستاذ صابر مساء الخير وأهلا. أهلا بك. يعني كيف ترى هذه القضية، وإزاي الـ 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 يعني الفكر القانوني لها، وإزاي نقدر نصلحه؟ خليني اسمحيني، أنا متابع الحلقة من الأول، ليه شوية مجموعة من الملاحظات الهامة في الإطار العام. واحد، أنا زي ما حضرتك تفضلتي موافق تماما وسعيد جدا ببيان النيابة العامة، لأنه خلال الأسبوع اللي فات والعشرة أيام اللي فاتت تقريبا ما فيش مواطن في مصر لم تلحقه هذه القضية، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصالات يعني جابت كل الناس، ما بين صحفيين وبين مسؤولين وبين وزراء آخرين وغيره، وبالتالي جه البيان الصادر من النيابة، اللي أنا أرجو أن يبقى فيه بيان إذا ما كانش يومي يبقى يوم ويوم، يقول لنا بالضبط إيه اللي بيحصل عشان نوقف قصة، لأن إحنا عندنا عدو، هذا العدو بيستغل هذا الجو الغامض عشان يبدأ يحط فيه إشاعات، والناس مش ناقصة، إحنا داخلين على مرحلة مهمة هي مرحلة الانتخابات البرلمانية، وبالتالي لازم نشجع الناس على أنها تقف وراء هذا النظام اللي بدأ يعبر بشكل واضح عن اتجاهه في مكافحة الفساد. هذه القضية الأولانية. القضية الثانية الهامة إن فعلا هذا النظام بيعبر بشكل واضح من خلال رأس النظام على أن أيا كان قيمة المسؤول أو حجمه، وإذا كان بيرتكب فساد الدولة هتحاسبه، بغض النظر عن التبعات اللي ممكن تلحق بهذا النظام في الخارج أو في الداخل. خلاص إحنا بنواجه الفساد، ودي مسألة غاية في الأهمية وغاية في الاحترام. النقطة الثالثة اللي حضرتك أشرت إليها، إن فعلا بقدر ما إن الفساد قيمه أكبر في المسؤولين الكبار، إلا أنه أكثر عددا وأكثر تأثيرا في المسؤولين الصغيرين أو في الموظفين الصغيرين. أربعة، أن مواجهة الفساد هي أولى خطوات مواجهة الإرهاب. وأنا كنت عايز يعني لو متاح نقرأ سطرين من مقدمة الاتفاقية الدولية لمكافحة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتلخص كل الكلام ده. بتتكلم عن مكافحة الفساد بيقود مؤسسات الدولة الديمقراطية، بيعوق التنمية، بيعوق الاقتصاد، يعني كل هذه الأشكال ويؤدي إلى الإرهاب. النقطة الغريبة بالمناسبة ده ممكن نتكلم على الاتفاقيات، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وقعت سنة 2010 آسف، ودخلت حياة النفاذ 2013، لأن في 7 دول عربية صدقت عليها مش منهم مصر. وأنا بستغل وأنا بستغل الحلقة اللي بتتكلم عن الفساد هنا مهم عشان أدعو الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية على وجه التحديد أنه عيبا كأحد مظاهر الفساد ألا يعرض على رئيس الجمهورية أن مصر ما تصدقش على هذه الاتفاقية. عجيبة جدا صراحة. دي معلومة بالنسبة لي مدهشة. أنا الحقيقة أثناء مراجعتي للاستعداد للحلقة بصيت على شوية معلومات، فاكتشفت هذه المعلومة أن مصر ماضي على الاتفاقية 2010 ما صدقتش حتى هذه اللحظة عليها. التصديق هنا بيبقى رئيس الجمهورية ولا بيبقى مجلس المفروض الشعب؟ المفروض أن مجلس الشعب، بس سلطة مجلس الشعب النهاردة في يد رسائل رئيس الجمهورية، سلطة التشريع. يعني دي مجموعات. النقطة الخامسة، قانون العقوبات المصري اتعدل اكتر، وقلت في لقاء سابق مع حضرتك هنا ان اتعدل اكتر من 60 مرة قانون العقوبات وقانون الاجراءات، وللأسف الشديد لم يعد يصلح بأي حال من الأحوال لمواجهة التطورات اللي بتحصل في العالم. وبالتالي نحن في حاجة، اول اعمال مجلس الأمة ومجلس النواب القادم انه يبص في قانون الاجراءات الجنائية، يبص في قانون العقوبات، يبص في قانون المرافعات المدنية. النقطة التالية في الـ في الـ في الـ في الخطوة، إن المعنى الحقيقي لسيادة القانون إن المواطن يشوفه في الشارع، وبالتالي عشان ما يبقاش بيرتعش، ما تبقاش المحاكمة الجنائية عذاب في حد ذاتها، وأبقى في النهاية زي ما حضرتك قلتي أيضا أن المتهم بريء حتى يثبت إدانته. بس من فترة اتهامه
لحد ما يثبت ادانته او يثبت براءته بتكون الدنيا باظت. حياته راحت، اسرته راحت، سمعته راحت، كل اجراءات المحاكمه والنشر والمتابعه والملاحقه الجنائيه وكل اللي بيحصل ده، الكلام ده البراءه بالنسبه له ما بتبقاش اكتر من انه مجرد ذره للرمادي في العيون او للرمادي في العيون. وبالتالي احنا محتاجين تسريع وطيره العداله والناس تحس بسياده القانون بالمعنى الحقيقي. النقطه الخامسه او السادسه في المساله ان الفساد بيبدا من الموظف الصغير، والنقطة اللي انت اشرت ليها في المقدمة الاولى من البرنامج متعلقة بالمحليات. يعني مش ممكن حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة المحليات ما زالت تمارس الفساد في الشارع يوم بيوم، نظافة وتراخيص مباني ومخالفات ومخالفات كل الكلام دوت منسوب محلات، واحنا شايفينه وعارفينه ومش عارفين نواجهه. وبالتالي لازم نواجه كل هذه المنظومة. النقطة الثانية حضرتك اتكلمت عن المادة 115 ومادة 116 من قانون العقوبات، مش عايز اقول لك ان هذه هاتين المادتين طرحتا للمناقشة في الاجتماع الاول او الثاني من اجتماعات اللجنة العليا لاصلاح التشريع، ومع ذلك لم تتم حتى هذه اللحظة. ليه؟ اجابة على سؤال ما اقدرش اجاوبك. هل في قلق من ان هو فكرة حماية الموظف العام، انه حماية الموظف العام يعني قد تبدو انها حماية للفساد؟ احنا بنتكلم في جريمة محكمة النقض قالت فيها غموض، فقهاء القانون قالوا فيها غموض، جريمة التربح، الجريمة الغريبة اللي موجودة في القانون المصري واللي ملهاش مثيل في أغلب قوانين العقوبات الجنائية في العالم، الحقيقة يجب أنها تتحدد، أو خلينا نقول لمدى أكثر باعتبارنا بننظف وبنطهر نوصل لمرحلة إلغاء مثل هذه الجريمة، وندي الموظف اللي يخطئ يتحاسب فورا. الموظف اللي أنا عايزه يشتغل وأجازيه بأنه نجح وتفوق اديله الفرصه انه يترقى، واديله الفرصه انه ينجح، واديله الفرصه انه يبدع، لان الحقيقه احنا سياسه الايادي المرتعشه واصله لحد يعني تاني او تالت مسؤول في الدوله، بس يعني عدي اتنين ولا ثلاثه، ودي اللي بتؤدي الى الفساد. عدي اتنين ولا ثلاثه كده من كبار المسؤولين يعني في الدوله، والباقي كل رجل اعمال لازم ياخد حته ارض، لازم يروح للرئيس. ما هو احنا طلعنا قانون، احنا طلعنا قانون وقلنا فيه شباك واحد في قواعد الاستثمار، في قانون الاستثمار، ما فيش شهرين من قانون الاستثمار كنا بنتكلم في تعديله، ما كملناش شهرين ما فيش تعديله، لحد هذه اللحظه امبارح واول بعض رجال الاعمال على التلفزيونات في القنوات المختلفه بيشتكوا من الموقف لم يتقدم. سعادتك دلوقتي كنت بتتكلمي مع اثنين من رجال الاعمال بيقول لك الموقف لم يتقدم، ما زالت مشكله الاراضي زي ما هي، ما كانت مشكله الرشوه زي ما هي، وانك انت تدخل الكهرباء زي ما كل حاجه. أنا بشتغل محامي، وكثير من الشركات الهامة اللي الواحد كان بيتتصل بيها يا إما بتصفي مواقف يا إما مش عايز يعمل استثمارات في مصر، خلاص بيجمد الموقف في مصر لأن الموقف غير واضح. الحقيقة كل دي مظاهر فساد، كل دي مظاهر فساد. اللي يواجه المسألة دي إن احنا نواجهها بالمنهج اللي بنواجه بيه القضية اللي ممنوع الكلام فيها. يعني هذا المنهج منهج جديد في مصر، من زمان ما سمعناش وزير وهو في الحكم تم محاسبته، وهو بيحكم تمت محاسبته. ليه شايف ان ده منهج يعني مختلف جديد، يعني غير ان هو سابقة، يعني هل كنت تفضل ده ولا كنت تفضل؟ لا لا لا، انا افضل ان ده لانه ده رسالة، اولا رسالة للداخل بدون خوف، لان اللي مش هيخاف، اللي هيخاف هو الفاسد بس، انما هيؤدي الى بعض التراجع شويه والايادي المرتعشه لانه هو خايف ان تلاحقه بحق او بباطل، بباطل زي ما تفضل الاستاذ محمد حموده لفكره التحريات. فكره التحريات في مساله في منتهى الخطوره، محكمه النقض لا تعول في المحاكم في المحاكمات الجنائيه لا تعول على التحريات، لا تعدو ان تكون دليل او راي موجود في ضمن اوراق الدعوه، ما تعولش عليها في الاتهام، ولكنها في مرحله التحقيقات وفي مرحله الحبس الاحتياطي لا مؤثره وفاعله. وفي بعض الاحيان احنا خلينا نتكلم بوضوح، عندنا زي ما عندنا ناس عندها ضمير وبتراعي ربنا، عندنا ناس انا اعرف قضايا في بعض الناس اطفال صغيرين وشباب صغيرين في قضايا الارهاب مجرد خلافات عائليه في الصعيد التحريات دخلتهم عشان يصفي المساله، وبعضهم خد احكام بالاعدام، احكام بالاعدام واتلغت، يعني المحكمه في المحاكمات اتلغت كتير. وفي ناس كتير بتظلم. فالمساله الحقيقه يجب أدم إذا الدولة عايزة يعني ترتقي وتوصل إلى مصاف الدول الكبرى، والحقيقة في جهد بيتبذل في هذا الاتجاه، يبقى لازم نعلي سيادة القانون، دي نمرة واحد. وسيادة القانون مقتضاها إن أنا ما طلعش قانون إلا إذا كنت قادر على حمايته، يعني لازم أكون بطلع قانون وقادر على إن أنا أنفذه، مش مجرد إن أنا بطلع قانون. والنموذج الصارخ لهذا هو قانون المرور، أنا طلعت قانون المرور ضاعفت فيه العقوبات
وشكلت فيه شكل بشكل الحسم الشديد، انما انا مش شايفه في الشارع. ما زال الشارع النهارده شكل من اشكال الفساد. الشارع المصري لحضرتك اللي المشوار اللي عايزه تعمليه في نص ساعه انت بتعمليه في 10 ساعات، استهلاك طاقه واستهلاك طريق واستهلاك جهد، وبالتالي انت ما بتقدريش تشتغلي. احنا المواطن منا بيعمل مشوار واحد بس في اليوم، ويبقى كفايه قوي اذا عمله لانه يبقى خلصان. كل دي مظاهر فساد يجب ان المشرع يواجهها. طيب اسمح لنا ناخد فاصل قصير ونرجع نواصل هذا الحوار ونتكلم على التكييفات القانونية. طيب هل محتاجين نعدل ايه في القوانين، قانون الإجراءات الجنائية اللي يعني اللي محتاج يتنسف بقى بصراحة يعني بهذا الوضع، وكيف نحمي الاقتصاد ونواجه الفساد في نفس الوقت؟ إذن القرار يعني قرار النيابة بحبس النائب السابق حمدي الفقراني 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة والتهم الموجهة للنائب السابق حمدي الفقراني هي الابتزاز واستغلال النفوذ. المؤسف في هذا الأمر هو أنه إذا ثبتت هذه التحقيقات هذا الرجل رفع مجموعة من القضايا اللي كان ظاهرها يعني أو كان كما يقول ظاهرها هي الدفاع عن ضد الفساد والدفاع عن حقوق البلد وحقوق القطاع العام. ده اللي عمل قضية عمر أفندي ومدينتي وعدد آخر من القضايا، وبعض هذه القضايا تسببت الأحكام فيها إن إحنا رحنا التحكيم وعلينا مليارات من الدولارات لا نستطيع سدادها لهذا الأسف. إذن دي القضية، وهو ركب عربية الترحيلات ومش عارفة ذهبوا إلى فين، ربما إلى الشيخ زايد، قسم الشيخ زايد. كنا بنتكلم على الأولويات في التشريعية في المرحلة المقبلة. خلينا أقول إن الأولوية الأولى هي إعادة النظر في 3 قوانين أساسية، هي قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون المرافعات. دي الأولوية أو الاستراتيجية عشان نحل المشاكل المؤقتة الحالة لحد ما يجي برلمان. عندنا مجموعة من المواد مطلوب إن أنا أعيد النظر فيها. إعادة نظر في إعفاء المعترف في جرائم الرشوة بشرط إن ده يكون سابق على اكتشاف الجريمة. يعني ما تبقاش مجرد بعد اكتشاف الجريمة أنا بعفيه، ما فيش ميزة من إن أنا خدتها. إنما إذا كان الاعتراف أدى إلى كشف الجريمة قبل قيام السلطات المختصة بتحقيقها أو بكشفها والإرشاد عن المتهمين فيها، هنا يبقى العقاب، هنا الإعفاء. كان دخل معنا الدكتور كبيش وقال ان الميزه اثناء التحقيقات او اثناء المحاكمه انك انت بتكشف الجريمه كامله وبتكشف الموضوع كامل. ايهما افضل؟ ان انا قبل المحاكمه وقبل ما السلطات اكيد في حاجه افضل. طبعا بالظبط، الافضل ان انا ارشد السلطات عن جريمه لم تكتشفها، وبالتالي انا هنا استحق، وده مع موجود في قانون العقوبات ومعروف. النقطه الثانيه، انا موافق على الكلام اللي قاله الاستاذ محمد حموده فيما يتعلق بالماده 18 او الماده 18 لا ماده 18 من قانون الاجراءات الجنائيه المتعلقه بالتصالح في الفقره الاخيره منها الخاصه بفكره اعفاء الباقي المتهم على الموظف العام. لا، انا الموظف العام انا بتصالح على قيم ماليه، انما الموظف العام ارتكب جريمه، ارتكب جريمه في حق الدوله فيتعين انه يتم معاقبته. نمره 2، الغاء ما يسمى بالماده 115 116 المتعلقه بالتربح، الغاء كاملا حتى نستطيع ان احنا نعفي الموظف من فكرة الخوف من جريمة ملهاش ملامح، جريمة هلامية تستطيعي انك تلبسيها تلبسيها لاي حد وتبقى فري سايز، يعني تمشي معاه بالظبط من غير مش محتاجه تفصيل. اسمح لي اقرا بس بعض تصريحات سيد رئيس الوزراء قبيل مغادرتي لمجلس الوزراء، وكان قالها لمجموعه من الصحفيين هناك. لا تعديل وزاري ولا توجد مشاورات بهذا الشان، لا مهادنه مع الفساد ولا احد فوق الحساب. ما حدث اليوم بشان وزير الزراعه لم يؤثر على عمل الحكومه، وزيارتي لتونس في موعدها غدا حسب المواعيد المقررة. وقال انه استقالة وزير الزراعة والقبض عليه على إثر لن تؤثر على عمل الحكومة، مؤكدا العمل مستمر ولم يتأثر مطلقا، وأكد أنه لا تعديل وزاري. حديث عن التعديلات لم يتوقف منذ بداية تشكيل الحكومة، ولا تعديل وزاري حاليا
ده كلام السيد رئيس الوزراء. هو ده كلام يبدو منطقي، لان احنا مقبلين مع بدايه السنه على مجلس نواب في شروط محدده وحددها الدستور لاختيار الحكومه، وبالتالي مش هنعمل حكومه عشان 3 اشهر، ومش هنعمل حكومه واحنا مقبلين على انتخابات، دي مساله محتاجه وقت. انا الحقيقه عايز بس اؤكد على الكلام اللي قلته لحضرتك، الفقرتين اللي يهموني في الاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد، ان خطوره ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وامنها بما يقود مؤسسات الديمقراطيه وقيمها وقيم الاخلاقيه ويعرض التنميه المستدامه وسياده القانون للخطر. وبالتالي احنا بنقول عايزين ان الصلات القائمه بين الفساد وشيء الاشكال الجريمه وخصوصا الجريمه المنظمه والجريمه الاقتصاديه بما فيها غسيل الاموال. ان الفساد لم يعد محليا بل هو ظاهره عالميه عبر وطنيه تمس كل المجتمعات بما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته امر ضروري. يعني الفساد والارهاب وجهين لعمله طبعا عمله واحده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ صابر عمار المحامي بالنقد وعضو لجنه الاصلاح التشريعي. اذا واحد، نطالب السيد الرئيس بالتصديق على اتفاقيه مكافحه الفساد العربيه، الاتفاقيه العربيه لمكافحه الفساد. الفساد والارهاب وجهين لعمله واحده، ولكن علينا ونحن نواجه الفساد بعنف وبقوه وبدون ان نراعي لا ده وزير ولا ده غفير، ان احنا في نفس الوقت لا نوقف الاقتصاد المصري. والفساد مش بس فساد الكبار، فساد يبدأ أساسا من الصغار، هم دول اللي بيعطلوا مصالح المواطنين، هم دول اللي بيخلوا كل واحد لازم يدفع فلوس، كل واحد لازم يدفع إكرامية عشان شغله يخلص. هو ده الفساد. الفساد هو تعطيل مصالح المواطنين، سواء مواطن عادي بيطلع شهادة ميلاد أو مواطن رجل أعمال عايز ياخد حتة أرض، أو واحد عايز يدخل الكهرباء لمصنعه، أو واحد عايز يعمل أي شغل. ما هو إحنا عايزين الناس تشتغل، مش عايزين الناس تقف، مش عايزين الإيدين تقف تماما ويقول لك لا أنا مش همضي على ولا حاجة. إحنا محتاجين أن يسير ذلك في الأطر القانونية السلسة السهلة. لو أنا عرفت أخد حقي بالقانون الناس هتدفع فلوس ليه؟ هو ده. عايزين نقطع إيدين الناس اللي بتاخد فلوس، وفي نفس الوقت الأمور تسير في الأطر القانونية. نشكركم شكرا جزيلا. النهاردة كان في حدث مختلف شوية عن مصر، القبض على وزير الزراعة بعد تقديمه أو إجباره على تقديم استقالته. مصر تواجه الفساد، في هاشتاج نازل على كل التويتر مصر بتنضف، في حالة من الإحساس والانتباه أنه الفساد لا يمكن أن يستمر بهذا الرقم. مصر ليست في المؤشرات المرتفعة لمواجهة الفساد. نتمنى أن نبدأ بمعركة حقيقية لمواجهة الفساد من أسفل وليس فقط من أعلى. أشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكرة بإذن الله. وهذه لميس الحديدي تحييكم.